في هذا التسجيل راح نتكلم عن دواء تشغيل البي جي تي ترانزستور. ذكرنا سابقا انه في ثلاث اوضاع تشغيليه للبي جي تي ترانزستور. الوضعيه الاولى تسمى الاكتيف مود، الوضعيه الثانيه الساتوريشن مود، والوضعيه الثالثه الكات اوف مود. حتى نقدر نحدد في اي وضعيه بيشتغل البي جي تي ترانزستور لازم نلجا للايش، للتو دايود انالوجي موديل. اي انه اذا كان الترانزستور نوعه ان بي ان، التو دايود انالوجي موديل بكون له بهذا الشكل. البيز بكون عبارة عن كومون انود، واذا كان الترانزستور بي ان بي ترانزستور نوع بي ان بي، بكون التو دايود انالوجي موديل بهذا الشكل. طرف البيز بكون عبارة عن كومون كاثود. فهون احنا اذا شفنا انه البيز اميتر جنكشن والبيز كوليكتر جنكشن صاروا بوضعية انحياز امامي، يعني بالاون ستيت، بكون الاوبريشن مود تبع الترانزستور ساتوريشن مود. فعشان هيك في الساتوريشن بكون عند الترانزستور قابلية يمرر اعلى تيار ممكن بين طرفين الكوليكتر والاميتر. هذا التيار العالي ايش بنسميه؟ اي سي ساتوريشن. فرق الجهد في المقابل بين طرفين الكوليكتر والإميتر بكون أقل ما يمكن، بسموه VCE Saturation، دائما أقل من 7 × 10 فولت. طيب هلأ في وضعية التشغيل الثانية، مثلا الأكتف مود كيف بتصير؟ بتصير إذا كان البيز إميتر جنكشن في وضعية انحياز أمامي، بينما البيز كوليكتر جنكشن بتكون في وضعية انحياز عكسي. فهذه التيار اللي بمرر الترانزستور ساعتها راح يكون IC، تكون قيمته أقل من IC Saturation. وفرق الجهد بين طرفين الكوليكتر والإميتر في حالة الأكتف دائما بتكون قيمته أعلى من VCE Saturation. الكات أوف مود إيش بتصير؟ إذا كان أحد الشروط الأربعة على منطقة البيز ريجن ما تحقق معانا، بحيث أنه كان البيز كارنت بتساوي صفر، فعشان هيك الكوليكتر كارنت اكوردنج اللي بده يساوي معانا 0 امب. فهون الكوليكتر اميتر على الترانزستور بكون في وضعية الاوف ستيت، يعني الترانزستور بكون البيز اميتر جنكشن بتكون في حالة الاوف ستيت. لما نيجي نطلع بين طرفين الكوليكتر والاميتر بنقدر نعاملهم كأنهم اوبن سيركت بهذا الشكل. طيب احنا هون راح نتكلم عن دوائر تشغيل البي جي تي ترانزستور، بس قبل ما نتكلم عن الدوائر في نقطة مهمة لازم نذكرها بتتعلق بتأثير درجة الحرارة على البارامترز تبعت البي جي تي ترانزستور. قبل ما نتكلم عن هذا كله، في هون صيغ رياضية لازم ناخدها بعين الاعتبار لما نيجي نحلل دوائر البي جي تي ترانزستور. الصيغة الرياضية الأولى بتحكي عن فرق الجهد بين طرفين البيز والإميتر. هلأ ترتيب الجهود عندنا هون، هذه الفي بي اي رابطة بين جهدين، بين جهد البيز وجهد الاميتر. هلا حسب الترتيب اللي شايفينه هون زي ما شرحنا سابقا، بنلاحظ انه الفي البيز قبل الاميتر، هذا الدليل انه جهد البيز اكبر من جهد الاميتر. هذه وقت ايش بتصير؟ بتصير فقط في لما نيجي نتعامل مع ان بي ان بي جي تي ترانزستور. في الحالة هذه المعادلة هيك بيكون شكلها، البيز فولتج ناقص الاميتر فولتج. الفي بي اي بالعادة في الان بي ان بي جي تي ترانزستور بتساوي 7 × 10 عند الروم تمبريتشر، يعني هذه البيز اميتر فولتج بتكون ثابتة على 7 × 10 عند مرهونة بس بدرجة الحرارة. اذا تغيرت درجة الحرارة البيز اميتر فولتج راح يتغير اكوردنجلي. الصيغة الرياضية الثالثة هون، هذه فقط تستخدم في حالة الاكتف مود، نقدر نطبقها على نوعين الترانزستور سواء كان ان بي ان او بي ان بي ترانزستور. هلا الصيغه الرياضيه الرابعه هذه كيف توصلنا لها؟ حكينا سابقا انه دائما احنا بنشوف انه الاميتر كارنت بيكون محصله كل من الكوليكتر زائد البيز كارنت. طيب اذا جينا حكينا انه الكوليكتر كارنت بيساوي البيتا دي سي مضروبه في الاي بي زائد الاي بي، واخذنا البيز كارنت از ا كومن فاكتور، فشو بتصير معنا الصيغه؟ هيك بصير شكلها. هذه بنستخدمها مرات كتيرة لما نحصل على قيمة للبيز كارنت، بنقدر اكوردنجلي مباشرة نحسب الاميتر كارنت مباشرة بدون ما نلجأ لحساب الكوليكتر كارنت. طيب هلا
في بالسلايد اللي بعده هون بدنا نشوف تأثير درجة الحرارة على البارامترز تبعت البي جي تي ترانزستور. ايش هم البارامترز تبعت البي جي تي ترانزستور؟ اول اشي بدنا نحكي عن التيارات التسريبية، السكند بارامتر اللي هو معامل التكبير البيتا دي سي، والثالث بارامتر البيز اميتر فولتج. هلا قبل هيك خلينا نحكي عن التيارات التسريبية. التيارات التسريبية في عنا شكلين من اشكال التيارات التسريبية. في الشكل الاول بسموه الاي سي اي او، هذا بيمثل التيار التسريبي اللي بيعدي بين طرفين الكوليكتر والإيميتر لما بكون الترانزستور في وضعية الكات اوف. هذا التيار التسريبي بالعادة قيمته جدا قليلة، بس بصير انه مع زيادة درجة الحرارة على البي جي تي ترانزستور بزيد القيمة تبعت التيار التسريبي هذا. طيب، وفي عنا تيار تسريبي تاني بيعدي بين طرفين الكوليكتر والبيز لما بكون عنا طرف الإيميتر مفتوح. هذا التيار التسريبي الاي سي بي او شافوا العلماء لما أجروا تجربة على البي جي تي ترانزستور، شافوا انه بتضاعف معانا زي ما انتوا شايفين هون كل ما بترتفع درجة الحرارة 10 درجات مئوية. يعني فرضا لو كانت عنا الاي سي بي او بتساوي خلينا نحكي 1 × 10^-10 أمبير عند 20 درجة مئوية. طيب إذا رفعنا درجة الحرارة ل 30 درجة مئوية شو بصير في هذا التيار؟ راح يتضاعف معنا، بصير بدل ما هو 1 × 10^-10 بصير 2 × 10^-10. طبعا هذا التيار التسريبي زي ما انتم شايفين زاد مع زيادة درجة الحرارة. طيب شو العلاقة الرياضية اللي بتربط بين الريفيرس ساتوريشن كرنت بين طرفين الكوليكتر والإيميتر والريفيرس ساتوريشن كرنت بين طرفين الكوليكتر والبيز؟ طبعا هون الريفيرس ساتوريشن كرنت بين الكوليكتر والإيميتر شو يقصد فيها؟ الاي سي اي او. العلاقة بين التيارين التسريبيين هدول حسب ما هو الصيغة الرياضية هاي اللي بتربط بينهم. هلا احنا اذا جينا تعاملنا مثلا مع بي جي تي ترانزستور كان معامل التكبير له البيتا دي سي بيساوي 99، وجينا نحسب الاي سي اي او بعد ما ارتفعت درجة الحرارة ل 30 درجة مئوية قديش راح تساوي معنا؟ تساوي 100، لانها 1 + 99 بتصير 100 ضرب التيار التسريبي الجديد بعد ما ارتفعت درجة الحرارة ل 30 درجة مئوية قديش بيساوي؟ 2 × 10^-10، فبيطلع معنا قديش الرقم؟ 2 × 10^-8. طيب هذا الاي سي اي او ايش بصير؟ شو تأثيره على الكوليكتر كرنت؟ احنا سابقا اتعاملنا مع الصيغة الرياضية هاي، بس الشكل الفعلي للصيغة الرياضية اللي بتربط بين الكوليكتر والبيز كرنت هيك بيكون شكلها، بيكون مجموع معها الريفيرس ساتوريشن كرنت بين طرفين الكوليكتر والإيميتر اللي هي الاي سي اي او. فهذا التيار التسريبي واضح 2 × 10^-8 بنجمعه مع التيار، بنجمعه مع البيز كرنت في البيتا دي سي، فبنشوف انه في المحصلة اللي صار معنا ان الكوليكتر كرنت راح يزيد معنا مع زيادة درجة الحرارة. هلا البعض بيحكي انه هذه القيم اللي موجودة عندنا هون نيجليجيبل سمول، يعني قيم قليلة جدا مقارنة، راح تكون جدا قليلة مقارنة مع الكوليكتر كرنت. اكيد بتكون هون قليلة عند حرارة قليلة زي ما انتم شايفينها 30 درجة مئوية، بس لما ترتفع درجة الحرارة مثلا على البي جي تي ترانزستور ل 80 أو 90 درجة مئوية راح تصير هاي القيم كبيرة، بحيث انه الكوليكتر كرنت راح يتغير معنا مع تغير درجة الحرارة. طبعا هذا شو تأثيره السلبي على البي جي تي ترانزستور اللي راح يصير؟ اللي التأثير السلبي هيك راح يكون كالآتي، انه مثلا لو حدا فيكم جاب دائرة ان بي ان بي جي تي ترانزستور زي الدائرة اللي موجودة هون وشغل الترانزستور، بتشوف ان الكيو بوينت هيك اللوكيشن تبعها راح يكون موجود هون. بس اذا كان هذا التيار الكوليكتر اللي موجود عندنا قيمته عالية لدرجة انه سخن معنا الترانزستور ارتفعت الحرارة عليه، بصير في عنا اشي بسموه تمبريتشر بيلد اب، ترتفع الحرارة على الترانزستور، فارتفاع درجة الحرارة شو راح يعمل؟ راح يأثر على البارامترز تبعت البي جي تي، راح يأثر على التيارات التسريبية، يعني اول اشي راح يأثر على الاي سي بي او زي ما حكينا سابقا، هذه راح تزيد معنا. اذا ارتفع الاي سي بي او او الريفيرس ساتوريشن كرنت بين طرفين الكوليكتر والبيز، اذا ارتفع اكيد راح يرتفع الريفيرس ساتوريشن كرنت بين طرفين الكوليكتر والإيميتر، هذا اذا زاد معنا شو بزيد؟ الكوليكتر كرنت راح يرتفع. واضح؟ فاذا ارتفع الكوليكتر كرنت ايش بصير في المحصله؟ بصير في عندنا شيفت للكيو بوينت، يعني الكيو بوينت هاي
بدل ما يكون موقعها هون زي ما نيجي نشوفها نفحص يعني نحسبها أول مرة عند مكانة الحرارة منخفضة، بصير فيها شفت لما بتزيد هون بصير الكيوبوينت بترتفع لفوق، ممكن توصل هون أو لحد اللي هون، فبصير عندنا الكيوبوينت بتتحرك معنا بصير عليها شفت مع تغير درجة الحرارة، وهذا الإشي مش مرغوب فيه من مرة. فإذا إحنا بدنا نلجأ لاستخدام عدة دوائر، كل دائرة منهم بتحاول تخفف من تأثير درجة الحرارة على البارامترز تبعت البي جي تي ترانزستور، عشان في النهاية بتلاقي انه مثلا افضل دائرة في كل الدوائر اللي راح ندرسها ليترون هي دائرة الفولتج ديفايدر بايس كونفيجوريشن، بحيث انه لو صممت هذه الدائرة بشكل جيد بتلاقي انه حتى لو ارتفعت درجة الحرارة او انخفضت الكيوبونت بتضلها فيرل ستيبل، ما بتتأثر لا بصير عليها لا شفت لا لفوق ولا لتحت. طيب في عنا برضو تأثير تاني على الحرارة على سكند بارامتر تاني اسمها البيز إميتر فولتج. البيز إميتر فولتج بالعادة كنا نعطيها عند الروم تمبريتشر قديش بتساوي 7 بالعشرة في الـ NPN ترانزستور، وفي الـ PNP ترانزستور شو كنا نحكي عنها VEB، لأنه الإميتر فولتج أعلى من البيز فولتج قديش بتساوي برضو 7 بالعشرة فولت. هذه عند الروم تمبريتشر يعني عند 20 درجة مئوية. طب يا ترى لو تغيرت درجة الحرارة هل يا ترى الفي بي اي بتتغير؟ اكيد شافوا العلماء يعني بعد ما ركبوا البي جي تي ترانزستور مثلا وجربوا في المختبر غيروا درجة الحرارة شافوا ان البيز ايميتر فولتج برضو بيتغير كمان مع تغير درجة الحرارة. طبعا التغيير اللي لاحظوه في كل الترانزستورات بهذا الشكل، انه كل ما ترتفع درجة الحرارة درجة مئوية واحدة الانخفاض اللي بصير في البيز ايميتر فولتج بمقدار 2.5 ملي فولت. يعني فلنفرض اذا كان عندنا هون في بي اي بتساوي البيز إميتر فولتج كان عند الروم تمبريتشر 7 بالعشرة فولت. طيب اذا ارتفعت درجة الحرارة 30 درجة مئوية شو بدنا نعمل هون؟ البيز إميتر فولتج الجديدة شو بتساوي؟ 7 بالعشرة فولت، بنطرح منها 25 ملي فولت. فبتطرح 25 ملي فولت من 7 بالعشرة، ففي المحصلة اللي بصير معنا انه البيز إميتر فولتج الجديدة بتكون قيمتها اقل من 7 بالعشرة. طيب احنا هون بدنا نيجي نشوف دوائر تشغيل البي جي تي ترانزستور. اول دائرة راح نتناولها دائرة الفيكست بايس كونفيجوريشن. هذه الفيكست بايس كونفيجوريشن تركيبتها جدا سهلة بدليل انه القطعة اللي موجودة فيها او الكومبوننت كاونتس قليلة، يعني اذا بتيجي بتطلع هون بتلاقي فيها 4 قطع فقط. احنا هون مستغلين وجود مصدر التغذية واحد بحيث انه يغذي البيز إميتر سيركتري والكوليكتر إميتر سيركتري، ما في داعي زي ما كنا نحل سابقا استخدم مصدرين تغذية منفصل، يعني مصدرين منفصلات واحد لدائرة البيز واحد على البيز إميتر والتاني جاي على الكوليكتر إميتر سيركتري. هون بنستخدم مصدر تغذية واحد بيقدر يغذينا الدائرتين مع بعض. فاحنا حتى نقدر نحلل دائرة زي هيك ممكن نستعين بالدائرة هاي اللي شايفينها. كيف سوينا هون؟ لاحظ كيف الجنكشن هاي اللي موجودة هون في عندك لاحظ القطبية اللي موجودة على طرف الكوليكتر على طرف الار سي من فوق موجب، والقطبية اللي موجودة على طرف البيز ريزيستر على جهة الشمال برضو هاي قطبية موجبة. فإحنا هون بإمكاننا نحول السورس بوينت لفولتج سورس زي ما انتو شايفينها. طبعا هون حطيناها على الجهتين، حطيناها على الدائرتين، يعني الدائرة الأولى اللي هي اسمها البيز إميتر سيركتري واضح كيف، وحطيناها على الدائرة الثانية اللي اسمها الكوليكتر إميتر سيركتري، هاي بنفس المقدار VCC هون و VCC هون. هلأ بدنا نراعي الأقطاب، الأقطاب لازم تكون بالشكل الصحيح. اتفقنا أنه هذا الطرف اللي موجود هون هذا الطرف وهذا الطرف زي ما احنا شايفين في الدائرة الأصلية، الطرف اللي فوق هذا طرف القطبية لازم يكون عليه قطبية موجبة، والطرف على اليسار في المقاومة برضو لازم يكون عليه قطبية موجبة. فعشان هيك الـ VCC هيك لازم تكون الأقطاب تبعتها، هيك محطوطة الأقطاب بالشكل الصحيح على الترانزستور. طبعا هون لما بدنا نيجي نحلل الدائرة هاي لازم نتأكد من 4 شروط، لأنه بتصير مرات انه ما في داعي تستخدم يعني تطبق على المعادلة الرياضية حتى تحسب البيز كرنت اذا كان في عنا احد الشروط الاربعة مش متحقق. لازم نتأكد من الشروط الاربعة انها متحقق معنا، هذه ذكرناها مرات كتير سابقا انه لازم الدائرة تكون حكينا سابقا مغلقة الشرط الاول. الشرط الثاني
لازم يكون عندنا مقاومة موجودة على البيز، الار بي موجودة. الشرط الثالث لازم يكون في القطبية تبعت البطارية محطوطة بالشكل الصحيح، بحيث تخلي حركة تيار البيز مندفع باتجاه طرف البيز على البي ان بي الان بي ان ترانزستور. واضح؟ هذه الفي سي سي بولاريتي. والشرط الرابع انه المقدار تبع الفي سي سي هون، يعني لو بدنا نيجي ناخذ المثال اللي موجود هون، قديش مقدار الفي سي سي؟ هاي 20 فولت، اكبر بكتير من البيز اميتر فولتج اللي بيساوي 7/10 فولت. فهيك لما نشوف انه الفي سي سي هون قيمتها لازم تكون اكبر من الفي بي اي. لما نشوف الشروط الاربعة ساتيسفايد هدول كلهم، فينا نطبق الكي في ال حتى نشوف كيف المعادلة بتطلع معنا. هلا المعادلة هون سهلة جدا، يعني اذا تعرضت لدائرة تقليدية زي ما انت شايفينها هون، في امكانية تحط المعادلة بشكل مباشر بدون ما تضطر تشتق. بس احنا وقتش بنلجأ للاشتقاق؟ زي ما ذكرنا مرات كتير سابقا، انه لما تشوف مثال في دائرة unconventional circuit، يعني دائرة غير تقليدية، مثلا استخدمنا بي ان بي ترانزستور بدال الان بي ان. المهم هون احنا لما بدنا نيجي نطبق الكي في ال لازم نشوف كم عنصر في عنا. هون بنلاحظ انه في 3 عناصر، فاذا الكي في ال بدها تربط بين 3 جهود مختلفة، يعني جهد لكل عنصر. فالكي في ال هون لو بدك تيجي تسويها، بتحط الجهد الاول جهد الفي سي سي، والجهد الثاني الفي ار بي، والجهد الثالث الفي بي اي، بده يساوي صفر. هلا مصدر التغذية بياخذ اشارة مختلفة عن بقية الاحمال. ايش هم الاحمال؟ اللي هم الفولتج دروب على المقاومة الحمل الاول والحمل الثاني، طرفين الترانزستور البيز والاميتر. هلا هون احنا حسب قانون اوم نعرف انه الجهد على المقاومة شو بده يساوي؟ التيار المعدي في المقاومة في قيمة المقاومة زائد الفي بي اي بده يساوي صفر. فهون البيز كرنت شو بده يساوي معنا؟ بده يساوي الفي سي سي ناقص الفي بي اي على الار بي. هاي المعادلة الاولى هي شايفينها. اوكي طيب، في المعادلة الثانية. المعادلة الثانية قبل ما نيجي نطبقها برضو حكينا في 5 شروط لازم نتأكد منها. إذا كانت الشروط الخمسة متحققة معنا، بنقدر نطبق الـ KVL على السيركتري الثانية ونشوف كيف المعادلة بتطلع معنا. بس إذا كان أحد الشروط الخمسة مش متحقق، على طول بنقدر نحكي إنه الـ Collector Current راح تساوي قيمته صفر. هلا الشرط الأول خليني بس شوي صغيرة. الشرط الأول على السيركتري الثانية إنه لازم تكون الدائرة مغلقة هون، يعني لو كنا حاطين open switch على مسار الكوليكتر كارنت، على طول بنقدر نقول إنه الكوليكتر كارنت بتساوي قيمته زيرو. الشرط الثاني لازم يكون في عنا المقاومة RC موجودة، أو مقاومة مثلا إذا ما كانت موجودة في عنا مقاومة، هو بنحط على الأقل مقاومة موجودة على مسار الإميتر. هلا عندي مقاومة موجودة. الشرط الثالث القطبية للبطارية هون الفي سي سي محطوطة بالشكل الصحيح، بحيث خلت اندفاع الكوليكتر كرنت جاي داخل على الطرف الكوليكتر، يعني فايت بهذا الشكل. لأنه حكينا دائما الـ NPN BGT ترانزستور حتى نقدر نيجي نشغله لازم نخلي حركة التيارات بهذا الشكل عليه. طبعا شو اللي بيضمن التيارات، حركة التيارات بهذا الشكل؟ اللي هي الأقطاب تبعت البطاريات، الأقطاب هون القطبية للبطارية على هذه الجهة والقطبية للبطارية على هذه الجهة. طيب هون القطبية VCC بولاريتي محطوطة بالشكل الصحيح. الشرط الثالث الرابع انه الجهد تبع VCC لازم يكون عالي، اعلى من 7/10 فولت اللي ممكن تكون موجودة بين طرفين الكوليكتر والإميتر. فهون جهد VCC شو ماله؟ 20 فولت قيمته، أعلى بكتير من 7/10 اللي ممكن تشكل بين طرفين الكوليكتر والإميتر في حالة الساتوريشن. طيب الشرط الخامس إنه لازم البيز كرنت ما يكون قيمته صفر، هلا وقتش مرات بتصير قيمة البيز كرنت صفر؟ إذا كان في أحد الشروط الأربعة على البيز إميتر سيركتري مش متحقق معنا. يعني مثلا كانت عنا قيمة الـ VCC هون، أو خلينا نقول مثلا كان عنا كان في عندي هون open switch. خلينا نقول إذا كان في عنا open switch، فيش داعي أي داعي تطبق الـ KVL وتستخدم المعادلة الرياضية هاي حتى تحسب الـ base current. بإمكانك تقول مباشرة إنه الـ base current هون بده يساوي زيرو لأنه الدائرة مفتوحة.
فإذا كان البيز كرنت قيمته صفر هون شو تأثيره على الكوليكتر كرنت؟ برضو بده يساوي الكوليكتر كرنت 0 أمب. ليش؟ لأنه الكوليكتر كرنت بيعتمد بشكل مباشر على قيمة البيز كرنت. إذا كان البيز كرنت صفر الكوليكتر كرنت بده يساوي عندي صفر. بس إذا كان عندنا الشروط الخمسة متحققة هدول كلهم ساتيسفايد هون، في إمكانية نطبق الـ KVL. لاحظ كيف لما نيجي نطبق الـ KVL هون بدنا نشوف كم عنصر فيه موجود. عندي ثلاث عناصر اللي هم الـ VCC والـ RC والكوليكتر إيميتر، طرفين أطراف الترانزستور الكوليكتر والإيميتر، هاي العنصر الثالث. فإذا KVL لازم تربط بين ثلاث جهود، لأنه في عندنا هون 3 elements. وين هم؟ هاي ثلاث جهود. لاحظ كيف هلا أعطينا مصدر التغذية الـ VCC إشارة مختلفة عن الأحمال. لاحظ كيف الـ VRC حسب قانون أوم شو بده يساوي؟ التيار المعدي في الكوليكتر ريزيستر في قيمة المقاومة الـ RC. لاحظ كيف هي. فبتلاحظ في النهاية بتصير معنا الصيغة الرياضية، الصيغة الرياضية ممكن تكون بهذا الشكل، هذه ممكن تنحط هيك شكلها بطريقتين حسب المجهول اللي موجود عندنا. الـ VCE شو بده يساوي؟ VCC ناقص الـ IC في الـ RC. وممكن نحطها بهذا الشكل. إذا كان الكوليكتر كرنت مجهول ممكن نعمل ريارينج لهاي المعادلة بحيث تخليها بدلالة الكوليكتر كرنت، فبتصير في النهاية VCC ناقص الـ VCE على الـ RC. هلا بدناش ننسى إذا الترانزستور بيشتغل في حالة الساتوريشن، إذا التيار المعدي خلال الترانزستور الكوليكتر كرنت شو بده يكون؟ قيمته عالية، فإيش بنسميه إحنا؟ IC saturation. وفرق الجهد بين طرفين الكوليكتر والإيميتر شو بده تكون قيمته؟ أقل من 7 بالعشرة، فبرضو إيش بنسميها كمان؟ VCE saturation. واضح كيف؟ هذا في حالة الساتوريشن، هاي المعادلتين هم محطوطات. واضح؟ طيب إذا كان الترانزستور شغال في حالة الأكتيف مود، الاي سي شو بده تساوي؟ VCC حكينا ناقص الـ VCE على الـ RC. في حالة الأكتيف بس بتقيم كلمة ساتوريشن، لأنه التيار في الأكتيف إيش ماله؟ دائما بكون أعلى. لا سوري، في حالة الأكتيف مود دائما التيار الكوليكتر أقل من الـ IC ساتوريشن، هي أول نقطة. والنقطة الثانية الكوليكتر إيميتر فولتج في الأكتيف بتكون قيمته أعلى من الـ VCE ساتوريشن. فعشان هيك الصيغة هيك ممكن نستخدم نفس الصيغة بس بتقيم الدبل سبسكريبت نوتيشن اللي هي الساتوريشن في حالة الأكتيف. فممكن نسميها ICQ هيك، يعني بتسويها ICQ بتساوي VCC ناقص الـ VCEQ على الـ RC. أو ممكن إذا كان عندنا طبعا نحطها بهذا الشكل إذا كانت الـ ICQ مجهولة. طيب إذا كان عندنا الـ VCEQ مجهول مثلا، فهيك بتسوي المعادلة VCEQ شو بده تساوي؟ VCC ناقص الـ ICQ في الـ RC زي ما هي محطوطة هون. واضح؟ بس بالأكتيف مود في شغلة بدنا ننتبه لها كتير مهمة، إنه العلاقة اللي بتربط بين الكوليكتر والبيز كرنت هيك بيكون شكل العلاقة. هذه فقط في الأكتيف، ما بنقدر نستخدمها في الساتوريشن. بالساتوريشن بالعادة إذا بدك تحل طبعا بدك تيجي تحلل دائرة في حالة الساتوريشن، المعطيات بتكون موجودة بحيث إنه بإمكانك تحسب البيز كرنت على البيز إيميتر سيركتري، وبتحسب كمان الكوليكتر كرنت على الكوليكتر إيميتر سيركتري بشكل منفصل عن بعض. طيب إذا جينا نشوف الجهود على أطراف هذا الترانزستور، أول جهد عنا ممكن نطلعه بشكل سهل اللي هو الإيميتر فولتج، بده تساوي قيمته صفر لأنه مربوط على الجراوند بشكل مباشر. إذا جينا نحكي إنه كانت البيز إيميتر جنكشن في وضعية الأون ستيت، طيب إحنا حسب التقريب الثاني اعتبرنا إنه في بين البيز والإيميتر دايود، هذا الدايود في التقريب الثاني شو بده يكون؟ بطارية. قديش قيمتها؟ بارير بوتنشال، يعني قديش قيمته؟ 7 بالعشرة فولت. واضح؟ طيب عشان هيك إذا كان عندنا البيز إيميتر فولتج، يعني فرق الجهد لما بكون البيز إيميتر جنكشن في وضعية الأون ستيت قديش بيكون؟ 7 بالعشرة فولت. طيب مع وجود جهد الإيميتر هون
تساوي 0. فإذا جهد البيز قديش بدي يكون قيمته؟ 0.7 فولت. هذا جهد البيز. طيب إذا بدنا نحسب جهد الكوليكتر كيف بنسوي؟ جهد الكوليكتر هو نفسه جهد الكوليكتر إيميتر، يعني VC والVCE نفس الإشي. كيف بنسوي هون؟ بتطبق KVL بعد ما تتحقق من الشروط الخمسة على دائرة الكوليكتر إيميتر سيركتري، فبتطلع معك هيك المعادلة VCC ناقص IC في RC. هاي المعادلة هون محطوطة، هاي أول معادلة الإيميتر، هاي الإيميتر فولتج، وهذا بخصوص حساب الكوليكتر فولتج هو نفسه. لاحظ كيف المعادلة اللي موجودة هون نفس المعادلة اللي موجودة هون نفس الإشي. ليش؟ لأنه الإيميتر فولتج قيمته صفر. يعني هون سواء حكينا كوليكتر فولتج أو حكينا كوليكتر إيميتر فولتج، هدول القيمتين نفس الحاجة. خلينا نشوف مثال، هذا سهل جدا، نيوميريكال إكزامبل. لاحظ كيف هاي الدائرة معطي هون الفي سي سي قيمته 20 فولت، الار سي حاططها 2 كيلو أم، والار بي معطينا قيمتها 430 كيلو أم، ونوع الترانزستور NPGT ترانزستور. هلا بالعادة مرات بتيجي الأسئلة إنه بقول للطالب يعني أو بحكي المثال، بكون بقول لك fixed bias circuit، بعطيك قيمة للار سي والار بي والفي سي سي، وبقول لك ارسم الدائرة. يعني الطالب من اسم الدائرة بده يحفظ كيف رسمتها، وبده يعرف كيف يكون حافظ القوانين تبعتها، ويعرف كيف الاشتقاق برضو كمان. هدول الأربع أشياء. طيب احنا هون في هذا المثال يعني تحليله جدا سهل، راح يكون تطبيق مباشر على القوانين. بعد ما نتأكد من الشروط الأربعة على البيز إميتر سيركتري، في إمكانية نطبق البيز إكويجن. هي البيز إكويجن بتساوي VCC ناقص VBE على RB. VCC قيمتها 20 فولت، البيز إميتر فولتج 7/10 فولت، والبيز ريزيستر قديش قيمته؟ 430 كيلو أم. فبتطلع معنا قيمة البيز كارنت قديش بتساوي؟ قليل كتير بس لا تساوي زيرو، يعني 44 مايكرو أم تقريبا. هاي حسبنا البيز كارنت. هلا هون في المثال هذا إذا مش ذاكر أي إشي بتعلق بالساتوريشن، ولا ذاكر أي إشي بتعلق بالكت أوف، إحنا بنحل السؤال باي ديفولت إن أكتيف مود، يعني بتعامل مع الترانزستور كأنه شغال في حالة الأكتيف مود. ببني التحليل تبعي على بهذا الشكل. هون العلاقة اللي بتربط بين الكوليكتر كارنت والبيز كارنت في الأكتيف مود هيك بكون شكلها. لاحظ كيف البيتا دي سي معروف عنا قيمته 180، وحسبنا قديش البيز كارنت، فبنضرب القيمتين في بعض فبطلع معنا قيمة الكوليكتر كارنت. واضح كيف؟ طيب الخطوة اللي بعدها هون بدنا نيجي نحسب. هلأ لاحظ كيف طلعنا البيز كارنت والكوليكتر كارنت. الإيميتر كارنت شو بدي ساوي؟ بدي ساوي دائما في أي ترانزستور بغض النظر قديش كان حجمه شنوعه، دائما العلاقة هيك بكون شكلها. فبنجمع احنا البيز مع الكوليكتر كارنت بيطلع معنا قيمة الإيميتر كارنت، فدائما أعلى تيار هو تيار الإيميتر زي ما حكينا سابقا. هلا إذا جينا نحسب الجهود على أطراف الترانزستور، أول جهد وأسهل جهد حكينا جهد الإيميتر بده يساوي زيرو، لأنه الإيميتر هون تايت تو جراوند. باي ذا واي هاي السيركت اللي موجودة عندنا بسموها كومون إيميتر سيركت. شو تعريف الكومون إيميتر؟ يعني إنه طرف الإيميتر هو الطرف المشترك بين الإنبوت والأوتبوت. الإنبوت بمثل البيز إيميتر سيركتري، والأوتبوت بمثل الكوليكتر إيميتر سيركتري. فالطرف المشترك بين التنين هو عبارة عن طرف الإيميتر. طيب هون إحنا إذا بدنا نشوف الجهد على طرف الكوليكتر قديش بدي يساوي، حكينا سابقا أن جهد الكوليكتر هو نفسه جهد الفي سي، والفي سي إي نفس الإشي بكونوا معنا. واضح كيف؟ فالصيغة الرياضية هاي اللي بدنا نعتمدها إحنا، بس طبعا ما فينا يعني نحطها زي ما حكينا قبل ما نتأكد من الشروط الخمسة إنه الشروط تحققت. الشروط الخمسة نطبقها على الكوليكتر إيميتر سيركتري، بعدين بتحط الصيغة الرياضية هاي. إذا كلها متحقق معنا ساتيسفايد، هاي الصيغة هيك بنحطها، بنعوض فيها الأرقام. طبعا هون الميزة في هذه الدائرة في هذا السؤال إنه دائما في عنا بكون just one unknown، كل اللي بدنا اياه معادله واحده فقط. فالفي سي سي هون معروف قيمتها 20، الاي سي كيو قيمته 8 ملي امب، والار سي قيمتها 2 كيلو ام. فبطلع لاحظ كيف عشان انا بنيت التحليل على انه الترانزستور بيشتغل في الاكتيف مود، فدائما فرق الجهد بين طرفين الفي سي بين طرفين الكوليكتر والايميتر ايش بده يكون قيمته؟ اعلى من الفي سي اي ساتوريشن اللي بيساوي قديش؟
اللي بيساوي دائما اقل من 7 بالعشرة فولت. لاحظ كيف هون 3.8 بالـ4، 3.84 فولت. طيب ضل الجهد الاخير جهد البيز، كيف بنوجده؟ جهد البيز بدي يساوي ال VBE ناقص الاميتر فولتج. الاميتر فولتج بدي يساوي صفر، فالبيز فولتج والبيز اميتر فولتج بيكونوا نفس الاشي. قديش بدي يساوي اذا؟ 0.7 بالعشرة فولت. طيب هذا كل اشي بتعلق بهذا المثال. الكيو بوينت هون شو بتساوي؟ الكيو بوينت، الكيو بوينت هي العلاقة اللي بتربط بين الجهد والتيار، بس اي جهد واي تيار، تيار الكوليكتر وفرق الجهد بين طرفين الكوليكتر والإميتر، هاي الكيو بوينت. هذه نقطة التشغيل تبعت البي جي تي ترانزستور. هلا بخصوص هذا النوع، هذا من أسوأ الأنواع، اللي من أسوأ أنواع دوائر تشغيل البي جي تي ترانزستور. ليش؟ لأنه حكينا إذا كان التيار الكوليكتر قيمته عالية فلنفرض رح يسخن معانا الترانزستور. فأول ما نشغله مثلا كانت عنا الكيو بوينت هيك قيمتها، رح أول ما إذا كان يعني أول ما تشغله هيك بتكون القيمة. طيب ترجع عليه بعد شوية بتلاقي الترانزستور عند مرتفع الحرارة تبعته، فارتفاع الحرارة رح يؤدي لتغيير القيم اللي موجودة هون. هذه القيم في النهاية شو رح تعمل؟ شو رح تخلي الكيو بوينت؟ رح تخلي الكيو بوينت قيمتها مختلفة عن القيمة اللي موجودة هون. ففي النهاية بصير عندك في عنا شفت على الكيو بوينت، وهذا الحكي مش مرغوب فيه من مرة. فعشان هيك في عنا بدنا ندرس دائرة هون كتير مهمة اسمها الإميتر ستابلايز بايس كونفيجريشن. هاد الإميتر ستابلايز بايس كونفيجريشن ايش اختلفت عن الدائرة السابقة؟ انه فقط ضفنا مقاومة على طرف الإميتر. لاحظ كيف هاد المقاومة اللي حطيناها هون مهمة جدا، وراح نتكلم عن اهميتها بعد شوية، بس نيجي نشوف كيف بدنا نحلل هاي الدائرة. طبعا هون احنا عشان حاطين مقاومة على طرف الإميتر ما فينا نعتبر إنه جهد الإميتر بيساوي صفر، ما بيساوي صفر هون جهد الإميتر، وإنما شو بدي يساوي معنا؟ بدي يساوي الفولتج دروب على هاي المقاومة. فالفولتج دروب على هاي المقاومة حسب قانون أوم بدي يساوي التيار المعدي في المقاومة في قيمة المقاومة نفسها. واضح؟ طيب إحنا خلينا هلأ نشوف كيف بدنا نحللها. هلأ حتى نقدر نحلل هاي الدائرة، أول إشي نمسك بنيجي نشوف إنه طرف المقاومة من فوق، الار سي من فوق، هذا بتحط نقطة هون، وطرف المقاومة على البيز على الجهة الشمال هاي بنحط نقطة. النقطتين هدول ايش القطبية اللي جاي عليهم؟ اللي هي قطبية البوزيتيف في سي سي، هذا قطبية موجبة وهي قطبية موجبة. طيب بامكاني انا حتى اسهل حال التحليل احول السورس بوينت لبطارية، بس بحطها مرتين. المرة الاولى بحطها على طرف على جهة البيز اميتر سيركتري زي ما انتو شايفينها هون، والمرة الثانية بحطها على الكوليكتر إميتر سيركتري زي ما انتو شايفينها هون. واضح كيف؟ طبعا هون كمان بدنا نراعي ان القطبية للبطارية محطوطة بالشكل الصحيح، بحيث ان تضل القطبية على هذه النقطة اللي اتفقنا قطبية موجبة، والنقطة اللي موجودة هون برضو ايش؟ قطبية موجبة. فاحنا هون بعد ما نتأكد من الشروط الاربعة على البيز إميتر سيركتري بنيجي بنشوف انه الكي في ال لو بدنا نطبقها هون رح تربط بين 4 جهود مختلفة، لأنه في الدائرة بتحتوي على 4 عناصر اللي هم الفي سي سي والفي آر بي والبيز إميتر فولتج والفي آر إي. فهون إحنا هاي حطينا المعادلة، هاي لاحظ كيف هاي الجهد الأول الفي سي سي، هاي زي ما شايفين هاي الفي سي سي، وفي عنا الفي آر بي والبيز إميتر فولتج والفي آر إي. هلا كيف بنحط الإشارات؟ مصدر التغذية بياخد إشارة مختلفة عن الأحمال. لاحظ كيف؟ والأحمال يعني هذا أخذ مصدر التغذية إشارة سالبة، والأحمال كلها أخذت إشارة موجبة حسب قانون أم. هون بنشوف إنه مفكوك الجهد على المقاومة تبعت البيز مقاومة الإميتر إيش بدي يساوي عنا؟ التيار في قيمة المقاومة. فمقاومة البيز التيار المعدي فيها تيار البيز في الار بي، ومقاومة الإميتر التيار المعدي فيها تيار الإميتر بنضربه في قيمة المقاومة الار اي. فاحنا هون المشكله في هاي المعادله انه فيها تو كرنتس، فيها تيار البيز وتيار الاميتر. فحتى نقدر نسهل حالنا بدنا نوحد التيار في هاي المعادله، بدنا نحول تيار الاميتر لتيار البيز. فكيف بدنا نستخدم؟ نعتمد صيغه رياضيه شفناها سابقا هون، هاي مهمه جدا، بتنطبق على الان بي ان والبي ان بي ترانزستور على النوعين. هاي الصيغه الرياضيه هاي مهمه كتير. شو بنعمل هون؟
نيجي بنعوضها. هاي صور شوي صغيرة تعطي نشوف كيف ما نعوضنا. هلا هاي حطينا السكند اكويجن هون. فهاي الاي اي بدي احط محلها هون واحد زائد بيتا في الاي بي، هيك بصير شكل المعادلة. لاحظ كيف هون عندي اذا هون المعادلة صارت شبه جاهزة لانه فيها تيار واحد، فالمجهول هو هذا التيار البيز راح يكون. فاذا بنطلع المعادلة بدلالة تيار البيز، شو بدي ساوي عنا؟ بدي ساوي ال VCC ناقص ال VBE، هذا في النيوميريتر حطنا، وفي الدينوميناتر بنحط اللي هي بنطلع ال IB as a common factor. فبصير الفاكتورز اللي موجودة RB زائد واحد زائد بيتا في ال RE. واضح كيف؟ هيك شكل المعادلة. طبعا هذا حساب كيفية حساب البيز كرنت، هاي الصيغة الرياضية لازم الطالب يحفظها كتير مهمة. هون احنا اذا جينا طبقنا الKVL، قبل ما نطبق الKVL زي ما اتفقنا على الكوليكتر ايميتر سيركتري، لازم نتأكد انه الاربع شروط اللي ذكرناها، خمس شروط هون مش اربعة، كلها متحقق معنا. لما تكون كلها ساتيسفايد مثلا قبل ما نحل اي مثال بنشوف انه في امكانية نطبق الKVL. الKVL لما بدنا نطبقها هون بدها تربط بين اربع جهود مختلفة. ليش؟ لانه في عندي الجهد الاول، أربع عناصر في عندي أنا هون، العنصر الأول الـ VCC، العنصر الثاني الـ RC، والعنصر الثالث اللي هو طرفين الكوليكتر والإميتر، والعنصر الرابع اللي هو طرف الإميتر. طيب فهون إحنا هاي حاطين هاي أربع جهود لأنه في عندنا أربع عناصر. لاحظ كيف؟ فاللي بيصير إنه مصدر التغذية بياخد إشارة مختلفة عن الأحمال. هلأ في عندنا، لاحظ كيف في عندي هون المقاومة الفوق VRC، ايش الجهد بالتيار اللي عليها، التيار اللي معدي خلالها IC، والقيمة المقاومة RC، IC و RC. فاذا ال VRC هون شو تساوي حسب قانون ICQ في ال RC، بينما المقاومة اللي تحت هون جهدها لما نحكي VRE شو تساوي هون، لا سوري شوي، VRE تساوي الاميتر كارنت مضروب في الاميتر ريزيستنس. لاحظ كيف هي هيك هاي المعادلة. هلا اذا كان انا اعطيتك المثال وما ذكرت لك انه تيار البيز ما بيساوي تيار الاميتر، بامكانك تجاوزا تعتبر انه تيار الاميتر وتيار البيز تقريبا بيساوي بعض. ليش؟ لانه الفارق بينهم ضئيل جدا اللي هو تيار البيز. اذا كان ضئيل كتير نقدر تجاوزا نعتبر كل من تيار الإميتر وتيار الكوليكتر متساويات. فعشان هيك بتصير المعادلة هون بهذا الشكل. كيف حطينا محل الإميتر كرنت الكوليكتر كرنت. فهاي المعادلة نعملها ريارينج مرتين، مرة بنحطها حسب المجهول. إذا كان عندي المجهول الكوليكتر كرنت فبنحطها بهذا الشكل بدلالة الآي سي. فشو تساوي في سي سي ناقص الفي سي اي على احصل جمع المقاومتين ال RC زائد ال RE. والمرة الثانية اذا كان عندي انا كل اشي معروف ما عدا الكوليكتر اميتر فولتج فبنحطها بدلالة الكوليكتر اميتر فولتج. شوف بدها تساوي VCC ناقص ال IC saturation مضروبة في RC زائد ال RE. طبعا هون احنا اللي صاير انه حسب وضعية التشغيل تبعت ال BGT ترانزستور بدنا نشوف كيف بدنا نستخدم المعادلات. فلاحظ كيف اذا كان الترانزستور شغال في وضعية الساتوريشن مود، لاحظ كيف اللي بصير انه وين ما بشوف تيار او فرق جهد بين طرفين وين ما بشوف تيار الكوليكتر او فرق جهد بين طرفين الكوليكتر والإميتر بعطيهم السبسكريبت نوتيشن ساتوريشن زي ما انتو شايفين هون وهون كمان. واضح؟ فبدك تتأكد في حالة الساتوريشن دائما في الاي سي ساتوريشن دائما التيار بيكون اعلى من الاي سي، تيار عالي كتير الكوليكتر. واضح؟ وفي نفس الوقت الكوليكتر اميتر فولتج في حالة الساتوريشن قيمته دائما اقل من 7/10 فولت، بتكون قليل كتير. طيب اذا الترانزستور مثلا شغال في حالة الاكتف مود كيف بدنا نتعامل مع المعادلات هاي؟ في حالة الاكتف مود نفس المعادلة بس بتقيم الدبل سبسكريبت نوتيشن ساتوريشن، بتصير يعني بتستخدم المعادلات زي ما هي نفس الاشي بس بتقيم كلمة ساتوريشن. ليش؟ لانه في الاكتف مود دائما الكوليكتر اميتر فولتج بيكون اعلى من الفي سي اي
ساتوريشن، هذه في الاكتف، ودائما الاي سي بتكون قيمتها اقل من الاي سي ساتوريشن، فعشان هيك ما بصير نستخدم كلمه سبسكريبت نوتيشن ساتوريشن في الاكتف مود. فهي المعادلتين طبعا هيك بيكون بصير شكلهم في حاله الاكتف مود، لو بدنا نحطهم بتصير اي سي كيو مثلا نسميها اي سي كيو تساوي في سي سي ناقص الفي سي اي كيو على ار سي زائد الار اي. هاي المعادله حطيناها هون بدلاله الاي سي كيو. طيب اذا عملت لها ريارينج بحيث انه هنحطها بدلاله الفي سي اي كيو، هيك بصير شكلها تساوي في سي سي ناقص الاي سي كيو مضروبه في الار سي زائد الار اي. هي حطينا، شايف كيف؟ هذه في حاله الاكتيف مود. وفي معادله ثالثه مهمه جدا بتربط بين البيز اميتر سيركتري والبيز والكوليكتر اميتر سيركتري. هاي المعادله مهمه كتير في الاكتيف مود. هلا بخصوص ايجاد الجهود على اطراف الترانزستور، هون حكينا سابقا انه الجهد على طرف الاميتر ما بيساوي زيرو، وانما شو بده يساوي؟ الفولتج دروب على المقاومه، هاي المقاومه على طرف الاميتر، فشو بده تساوي؟ الفولتج دروب عليها بتساوي التيار المعدي خلال هاي المقاومه اللي هو الاميتر كرنت في قيمه المقاومه نفسها الار اي. لاحظ كيف هي هون، شايفين؟ شوف كيف هي الفي اي. طيب اذا بدك تحسب الجهد على طرف الكوليكتر كيف بنسوي؟ هون شوي صغيره، اوكي. الجهد على طرف الكوليكتر هون شو بدي اساوي؟ بتساوي جهد البطاريه تساوي في سي سي ناقص الجهد اللي ضايع في المقاومه هاي ناقص اللي هي في ار سي. فاذا هتساوي في سي سي ناقص شو بتساوي الفي ار سي؟ بتساوي التيار المعدي في المقاومه اي سي كيو في قيمه المقاومه ار سي. واضح؟ هلا احنا شوف كيف طلعنا الجهد على طرف الاميتر حسب المعادله هاي، وصار في امكانيه نحسب الجهد على طرف الكوليكتر باستخدام هاي المعادله. اذا بدك تحسب فرق الجهد بين طرفين الكوليكتر والاميتر، صار عندي الفي سي والفي اي معروفات، فهون احنا الفي سي اي شو بدها تساوي؟ الكوليكتر فولتج ناقص الاميتر فولتج. طبعا الترتيب هيك بيكون شكله، ليش؟ لانه جهد على طرف الكوليكتر دائما في البي ان بي ان ترانزستور دائما الفي سي اكبر من الفي اي، فعشان هيك الترتيب هيك بيكون شكله في سي اي. اوكي طيب بخصوص جهد البيز، الجهد على طرف البيز كيف بنسوي فيه؟ بتساوي في بي اي ناقص الفي اي. لا شوي صغيره، سوري شوي صغيره. احنا بنعرف انه البيز اميتر فولتج شو بتساوي؟ البيز فولتج ناقص الاميتر فولتج. طيب اتفقنا انه الترانزستور شغال مثلا في حالة الاون ستيت، كانت البيز اميتر جنكشن في وضعية الاون ستيت، اوكي. فعشان هيك فرق الجهد بين طرفين البيز والاميتر قديش بيساوي؟ 7 بالـ10 فولت. طيب كيف بدنا نسوي؟ هلا بكون الاميتر فولتج معروف عنا، اوكي، والبيز اميتر فولتج 7 بالـ10 فولت، فبنقدر نحسب البيز فولتج لحاله. فشو بدي اساوي؟ البيز فولتج بدي اساوي الفي بي اي زائد الفي الاميتر فولتج، حاصل جمع الاثنين مع بعض، البيز اميتر فولتج زائد الاميتر فولتج. هلا بنشوف هذا في سياق المثال اللي راح نحله هون. سهل جدا هذا المثال، في امكانيه نطبق على المعادلات بشكل مباشر. هذا المثال هي معطينا دائره اميتر ستابلايزد بايس كونفيجريشن، محدد فيها الفي سي سي 20 فولت، الار سي والار اي والار بي كلهم معروفين عنا. مرات زي ما حكيت بيجي الاكزامبل انه مش معطيك الرسمه، من المعطيات الطالب لحاله بده يعرف يرسم الرسمه. فاحنا هون بعد ما نتحقق من الشروط الاربعه على طبعا التحليل بينقسم لشقين، الشق الاول بدنا نيجي نطبق بعد ما نطبق الكي في ال على البيز اميتر سيركتري. بس قبل بدنا نتاكد من 4 شروط هون اذا كانوا كلهم ساتيسفايد. بعد ما تطبق الكي في ال، اوكي، بتكون هيك المعادله شكلها. هذه طبعا هون في اكزامبل زي هيك، يعني لو بدي يجي في الامتحان مثلا بامكان الطالب يحط المعادله بشكل مباشر، فيش داعي لاي اشتقاق، عادي اذا كان حافظ المعادله. هلا بتساوي الفي سي سي ناقص الفي بي اي، هي 20 ناقص 7 بالـ10، البيز اميتر فولتج معطيني اياه 7 بالـ10، البيز ريزيستر قيمته 430 كيلو اوم، والاميتر ريزيستنس 1 كيلو، بينما البيتا دي سي هون 100 مع الواحد بتصير 101. فطبعا هو المجهول الوحيد اللي هو البيز كرنت.
طبعا قيمته جدا قليلة بالمايكرو أم بس ما بتساوي زيرو. هاي أساسية جدا في تحديد الكوليكتر كرنت، لأنه الدائرة هون معطيني إياها مش ذاكر، مش يعني جاي على أي ذكر بخصوص الساتوريشن، فأنا بقدر أبني التحليل تبعي بحيث يكون في حالة الأكتيف مود. فإذا بنيت التحليل في الأكتيف مود فبدك تضطر تستخدم الصيغة الرياضية هاي اللي بتربط بين كل من تيار البيز وتيار الكوليكتر. فهون البيتا دي سي 100 مع تيار البيز فبطلع معنا قيمة لتيار الكوليكتر، واضح كيف؟ فأنا هون بدي أستغل وجود تيار الكوليكتر حتى أحسب الإيميتر كرنت. نجمع الكوليكتر كرنت مع البيز كرنت بطلع معنا قيمة الإيميتر كرنت دائما أعلى إشي. هيك خلصنا الفيرست ريكويرمنت. بخصوص السكند ريكويرمنت سهل جدا، بدنا نحسب الجهد على طرف الكوليكتر. حكينا الجهد على طرف الكوليكتر بده يساوي الجهد تبع مصدر التغذية ناقص الفولتج دروب اللي رايح في هاي المقاومة، فبتساوي الاي سي كيو في الار سي. فالفي سي سي هون قديش بتساوي؟ حكينا 20 ناقص الاي سي كيو، هي التحليل تبعها. اي سي كيو هي التيار حسبناه، والار سي قديش قيمته؟ 2 كيلو. فبيطلع معنا الجهد على طرف الكوليكتر. طيب لو جينا حسبنا مثلا الجهد على طرف الإيميتر، شوف الجهد على طرف الإيميتر شو بتساوي؟ حكينا بتساوي الإيميتر كرنت في الإيميتر ريزيستنس. الإيميتر كرنت اوريدي حسبناه، هيو 3.671 بالألف في الإيميتر ريزيستنس ألف. هاي طلعنا الجهد على طرف الإيميتر مع وجود الجهد على طرف الكوليكتر. بإمكاني بكل سهولة أطلع الكوليكتر إيميتر فولتج. لاحظ كيف الكوليكتر إيميتر فولتج هون شو بتساوي؟ في سي ناقص الفي اي. اطرح القيمتين من بعض فبتطلع معي القيمة هاي. الفي سي اي شو مالها؟ بالاكتف، لانه بنيت التحليل انت على في الاكتف مود، فلازم تكون مالها اكبر من الفي سي اي الساتوريشن اللي بتكون اقل من 7/10 فولت. واضح كيف؟ طيب هيك خلصنا الشق الثاني من هذا المثال. هيك حللنا الدائرة تحليل كامل سهل جدا. بدنا نتكلم هلأ عن تأثير وجود هاي المقاومة. هذه المقاومة مهمة جدا. إذا جيت اطلعت على المعادلة شوي صغيرة اللي موجودة هون، صيغة رياضية هاي، وحكينا إحنا إنه واحدة من الأشياء اللي بتتأثر بدرجة بدرجة الحرارة زي ما إحنا شايفين بالمعادلة اللي هي البيتا دي سي. بدنا نخفف تأثير البيتا دي سي على المعادلة أو على البيز كرنت. كيف بنعمل؟ بنصمم الدائرة بشكل جيد بحيث يكون هذا المقدار اللي موجود هون هو الدومينانت، هو المسيطر. هذا بنخليه قيمته عالية كتير زي ما انتو شايفين هون 430 كيلو أم، وفي المقابل بخلي الإيميتر ريزيستنس قيمتها جدا قليلة. يعني بحاول أحطها مثلا مش 1 كيلو، بحاول أخفضها ل 100 أم أو 220 أم. في الحالة هاي شو بصير؟ بصير إنه قديش بتتغير معانا البيتا دي سي مع تغير درجة الحرارة، واضح؟ لأنه هذا المقدار اللي موجود هون هو الدومينانت، هو المسيطر. هذا عشانه مقدار قليل، أوكي؟ فمش راح يكون له significant effect. يعني أنا تغيرت عندي درجة الحرارة، البيتا دي سي بتتغير معي، واضح كيف؟ طيب لما بتتغير البيتا دي سي مع تغير درجة الحرارة، أوكي؟ البيز كرنت شو بصير فيه؟ مش راح يتأثر بشكل كبير إذا كانت الدائرة مصممة تصميم جيد. شو التصميم الجيد؟ ان تكون قيمة الـ RB عالي كتير، في المقابل الـ RE تكون قيمتها قليلة. واضح كيف؟ طبعا البيتا دي سي كمان بتتغير من تأثير شغلة تانية حكيناها سابقا، انه بالعادة انه لما بكون في مصنع قاعد بصنع ترانزسترات من نفس النوع كلهم، يعني خلينا نحكي انه نوع الترانزستر اللي قاعد بصنعه المصنع BC847، جيت تفحص مثلا البيتا دي سي على الترانزستر الاول مش راح تلاقيها نفس البيتا دي سي على الترانزستر الثاني او الثالث. فعشان هيك بالداتا شيت دائما في اي بي جي تي ترانزستور بتلاقيش انه البيتا دي معامل التكبير محطوط رقم محدد، يعني زي المثال اللي موجود هون 100 بعطيك اياه رينج. فيمكن يكون بعطيني في البي سي 847 ببلش من 150 لحد 800، بدليل انه يعني لو تيجي تشوف الترانزستور الاول بتلاقي معامل التكبير له بتلاقي معامل التكبير له 150، الترانزستور الثاني 200، الترانزستور الثالث 300، الرابع يمكن يكون مثلا 400. طبعا هذه مشكله بواجهوها في التصنيع، مش قادرين يعملوا عليها كنترول. فعشان هيك
احنا بنحاول من خلال الدوائر اللي بنستخدمها نخفف من تأثير اعتماد الترانزستور او الدائرة على معامل التكبير، من خلال ايش؟ تصميم الدائرة بشكل جيد. وهذا احد التصاميم الجيدة، انه الدائرة هون نحط عليها ايميتر ريزستور ونخلي قيمة الايميتر ريزستور قليل كتير، واضح كيف؟ وفي نفس الوقت نخلي الار بي عالي كتير. هلا مثلا لو كان عندي هون ترانزستور كيو واحد، هذا كان نوعه بي سي 847 فلنفرض، وكانت البيتا دي سي تبعته 150، ونحرق معنا هذا الترانزستور، جينا بدلناه بواحد تاني من نفس البورت نمبر اللي هو بي سي 847، مستحيل تلاقي معامل التكبير 150. يمكن يكون معانا المرة التانية يمكن يكون 400 أو 500 أو 800. هلا إذا كانت الدائرة بتعتمد بشكل كبير على البيتا دي سي زي الدائرة اللي موجودة هون، الدائرة الأولى، المصيبة اللي رح نوقع فيها إن الكيو بوينت راح تصير عليها شفت، راح تنتقل، بطل مثلا موجودة، يعني تبطل موجودة هون، يمكن تنتقل لفوق أو تنزل لتحت. بس إذا أنت كنت معني تخلي الكيو بوينت تضل هون في الحالة هذه مع تغيير الترانزستور، شو راح تغير كمان؟ تضطر تغير كمان، راح تضطر تغير المقاومات هدولة الار بي والار سي، واضح كيف؟ بس بينما هون لما أنا أكون مصمم الدائرة تصميم جيد زي الدائرة اللي هاي الدائرة، واضح؟ بصير اعتماد الدائرة هاي على البيتا دي سي قليل كتير، يعني البيتا دي سي ملهاش أي تأثير، ملهاش تأثير كبير على البارامترز اللي هم تيار البيز وتيار الكوليكتر. فالميزة هون إنه لما بغير الترانزستور بتضلها الكيو بوينت، الكيو بوينت بتضلها موجودة محلها. طيب هون خلينا نشوف هذا كله مشروح في هذا السلايد، خلينا نشوف effect of emitter resistance الار اي. طبعا في بتعمل الاميتر كرنت، الاميتر ريزيستنس برضو لها شغل تاثير تاني كتير مهم، انه بتعمل اوفست على الرايز اوف الكوليكتر كرنت. يعني اذا الكوليكتر كرنت بيرتفع، احنا اتفقنا الكوليكتر كرنت لما بترتفع درجه الحراره على الترانزستور اللي بصير انه التيارات التسريبيه الريفرس ساتوريشن كرنت بين طرفين الكوليكتر والإميتر، والريفيرس ساتوريشن كارنت بين طرفين الكوليكتر والبيز، هدول بيزيدوا معنا مع زيادة درجة الحرارة. فلما بيزيدوا معنا الكوليكتر كارنت راح يزيد، فإذا زاد الكوليكتر كارنت الحرارة لسه بتزيد أكتر وأكتر، فهيك بتدخل في سايكلك، يعني في زي ما تقول الديث سايكل بسموها، فهيك بنحرق معنا الترانزستور على طول. فحتى نحل هاي المشكلة برضو باستخدام الإميتر ريزيستنس، ممكن أنا يعني زي ما بقوله بتضرب عصفورين بحجر، يعني بتخفف من تأثير البيتا دي سي، وكمان بتخلي بتعمل أوفست على الرايز اوف كوليكتر كرنت من خلال الشرح اللي موجود هون. خلينا نشوف شو بدنا نسوي. طلع شوف هذه المقاومة اللي حاطينها احنا الار اي، شوف شو بتعمل لما بترتفع درجة الحرارة على البي جي تي ترانزستور. الحرارة ارتفعت، اتفقنا سابقا إنه ارتفاع درجة الحرارة راح يؤدي إلى ارتفاع الريفيرس ساتوريشن كارنت بين طرفين الكوليكتر والبيز، بتضاعف كل ما ترتفع درجة الحرارة، حكينا سابقا 10 درجات مئوية. طيب الـ ICBO لما بتزيد معنا شو بصير في الريفيرس ساتوريشن كارنت بين طرفين الكوليكتر والإميتر؟ هذا راح يزيد، فالعلاقة اللي بينهم علاقة تناسب طردي، واضح كيف؟ فهذا التيار الـ ICEO لما بزيد معنا حسب الصيغة الرياضية اللي موجودة هون، شو بصير في الكوليكتر كارنت؟ رح يرتفع معنا قيمة الكوليكتر كارنت، واضح كيف؟ طيب هلأ إذا بترتفع قيمة الكوليكتر كارنت، الإيميتر كارنت رح يزيد كمان، لأنه العلاقة اللي بتربط دائما بين التيارات الثلاثة على أطراف الترانزستور هيك شكلها. فإذا الكوليكتر كارنت زاد أكيد الإيميتر كارنت رح يزيد معنا، واضح كيف؟ فإذا الإيميتر كارنت زاد، الفولتج دروب على هاي المقاومة الـ VRE شو بصير فيها؟ راح يزيد ولا راح يقل؟ اكيد راح يزيد، لانه الاي اي بتزيد مع زياده هذه اي اي في الار اي، فارتفع معنا قيمه الكوليكتر كرنت، الاي اي بتزيد، فاذا زادت الاي اي الفي ار اي بتزيد معنا، واضح كيف؟ طيب هلا شو تاثير زياده الجهد على طرف يعني شو تاثير زياده الايميتر فولتج على البيز فولتج هون؟ انا بحكي لكم التاثير راح يكون كالاتي. ان احنا حكينا سابقا انه الفي بي اي تساوي البيز فولتج ناقص الاميتر فولتج، واضح؟ طيب الفي بي اي هاي خلينا نفرض انها ثابته على 7 بالعشرة فولت، ف
فالفي بي ناقص الفي اي، طلع هاي المعادلة بدلالة البيز فولتج، فشو بتساوي عنا؟ 7/10 زائد الاميتر فولتج. فالجهد على طرف البيز هون راح يزيد مع زيادة الاميتر فولتج، واضح كيف؟ هذا الجهد على طرف البيز. طيب اذا زاد الجهد على طرف البيز هون، التيار، هل يا ترى التيار هذا شو راح يصير فيه؟ الاي بي شو بتساوي عنا هون؟ الاي بي بتساوي فرق الجهد على اطراف المقاومة على قيمة المقاومة نفسها. طيب الطرف الاول للمقاومة هذا ايش الجهد اللي موجود عليه؟ الفي سي سي. طيب الطرف الثاني حكينا الفي بي. طيب وقيمة المقاومة نفسها؟ الار بي. طيب احنا اتفقنا انه الار اللي الفي بي بتزيد مع زيادة البيز فولتج، بزيد مع زيادة الاميتر فولتج، صح؟ طيب اذا زاد البيز فولتج هون شو بصير في البيز كرنت؟ راح يقل. ليش؟ لانه العلاقة بين البيز كرنت والبيز فولتج علاقة تناسب عكسي، عشان الاشارة السالبة اللي موجودة هون، واضح كيف؟ فاذا قل البيز كرنت زي ما انتو شايفين هون، شو بصير في الكوليكتر كرنت؟ هاي لاحظ العلاقة اللي بتربط بين الكوليكتر كرنت والبيز كرنت، هاي بيتا دي سي في الاي بي. اذا قل البيز كرنت الكوليكتر كرنت راح يقل، واضح كيف؟ فاللي صار انه اذا ارتفعت، يعني ارتفع الكوليكتر كرنت مع ارتفاع درجة الحرارة، خلينا نحكي مثلا ارتفع 100 ملي امب، later on حسب السيكونس اوف ايفنت اللي موجودة هون، راح ال 100 ملي امب هاي تعود تروح تختفي، تقل بنفس المقدار. فعشان هيك احنا هون استخدام هذه المقاومة جدا مهم، بنقدر نستفيد منها في حاجتين جدا مهمات. الحاجة الاولى نخفف اعتماد الدائرة على البيتا دي سي اللي ممكن تتغير مع تغير درجة الحرارة التمبريتشر، او ممكن تتغير مع تغيير الترانزستور نفسه. هذه الحاجة الاولى. الحاجة الثانية انه بتخفف من تأثير درجة الحرارة، او بتلغي تأثير درجة الحرارة على الكوليكتر كرنت، واضح؟ ليش؟ لانه الكوليكتر كرنت هذا اذا زاد بيؤدي لزيادة التمبريتشر، بزيادة التمبريتشر بتؤدي لزيادة الكوليكتر كرنت، في النهاية بتدخل الترانزستور في وضعية بسموها death cycle. فعشان نتجنبها استخدام هاي المقاومة لما تكون محطوطة قيمة قليلة هون، بتعمل offset على the rise of collector current by the increase of temperature. فإذا ارتفعت إذا ارتفع قيمة الكوليكتر كرنت، فلنفرض زي ما حكيت قبل شوي مقدار 100 ملي أمبير مع ارتفاع درجة الحرارة، later on حسب sequence of event راح نشوف إنه بعاود إيش هذا المقدار اللي ارتفع، بعاود ايش؟ بعاود بقل معانا. فبثبت عنا هون، بصير عنا يعني somehow الكوليكتر كرنت بصير مستقل عن تغير درجة الحرارة، which is very good. هاي شغلة كتير مهمة. فهلأ احنا بنقدر نستنتج انه من الدائرتين اللي درسناهم افضل واحدة من الدائرتين هاي الدائرة اللي موجودة هون، بينما الدائرة السابقة مش سيئة من مرة، لانه ما بتحتوي على مقاومة على طرف الاميتر. طيب في النوع الثالث من الدوائر اسمها دائرة الدي سي بايس وذ فولتج فيدباك كونفيجريشن. الدي سي بايس وذ فولتج فيدباك كونفيجريشن، لاحظ كيف احنا هون التغذية اللي جاية على طرف البيز مش ماخذينها من الفي سي سي مباشرة زي الاميتر ستابلايز بايس كونفيجريشن. لاحظ كيف الخط اللي موجود هون طرف الار سي الار بي اللي على الجهة اليسار مربوط مع الفي سي سي مباشرة. هون احنا بدنا نفك هذه النقطة من هون ونقولها لهاي، لنقولها على طرف الكوليكتر. هذه واحدة من الطرق حتى برضو نخلي اداء الترانزستور كتير منيح، ونخفف اعتماد البارامترز تبعته على الحرارة. هاي لاحظ كيف هون التغذية طلع كيف طرف الار بي اللي موجود على جهة اليسار مش جاي من، مش مربوط مع الفي سي سي مباشرة زي ما شفنا في الدائرة السابقة، وإنما ربطناه على طرف الكوليكتر. هلا هون في التحليل بدنا ننتبه لحاجة كتير مهمة، إنه التيار اللي جاي قبل الجنكشن، هذه الجنكشن اللي موجودة عنا كم برانش في عليها؟ في عليها 3 برانشز. لاحظ فكل برانش بنحط عليه تيار. لاحظ كيف التيار اللي موجود فوق ايش بدنا نسميه؟ هو عبارة فعليا هو تيار الاميتر، واضح كيف؟ بدليل انه التيار اللي على طرف الكوليكتر
اسمه IC، والتيار اللي معدي في البيز IB. فإذا جمعنا التيارين هدول مع بعض بيطلع معي التيار هذا. فدائما لما تجمع البيز كرنت مع الكوليكتر كرنت شو بيطلع التيار اللي موجود هون اللي بيساوي الإميتر كرنت. واضح كيف؟ فعشان هيك لما بدك تيجي تحسب الفولتج دروب على هاي المقاومة، غلط واحد فيكم يجي كتير بوقع فيها الطلاب هذه الغلطة، انه بيجي بقول لك الفي ار سي بتساوي الاي سي في الار سي. هذا الحكي غلط 100% في الدائرة هاي. دير بالك التيار اللي معدي في هاي المقاومة ايش بيساوي؟ هو عبارة عن تيار البيز زائد تيار الكوليكتر اللي هو تيار الاميتر. فهيك الصيغة الرياضية الصحيحة الفي ار سي شو بدها تساوي؟ الاميتر كرنت في الار سي. هيك الصيغة الرياضية الصحيحة. واضح كيف؟ طيب حتى نقدر نحلل هاي الدائرة بعد ما نتأكد من الشروط الأربعة اللي موجودة على البيز إميتر سيركتري، بتشوف إنه في عندي أنا هون أربع عناصر على البيز إميتر سيركتري اللي هم الـ VCC والـ RC العنصر الثاني، والعنصر الثالث الـ RB. لا والله حتى خمسة، يمكن واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس عناصر. فهون في عندي الـ VCC والفولتج دروب على على الكوليكتر، والفولتج دروب على البيز، والفولتج دروب على الإميتر مع مع الفولتج دروب بين طرفين البيز والإميتر. واضح كيف؟ فهون الـ KVL لازم تربط بين الخمس عناصر هدول اللي هم جهد الـ VCC والـ VRC والـ VRB والـ VRE مع البيز إميتر فولتج. هلأ حسب إحنا بنعرف إنه حسب قانون أم على أي مقاومة، جهد المقاومة بيساوي التيار المعدي في المقاومة في قيمة المقاومة نفسها. فلاحظ كيف زي ما اتفقنا الـ VRC شو بيساوي هون؟ الـ إميتر كرنت في الـ RC. الفولتج دروب على البيز ريزيستر شو بيساوي هاي؟ على المقاومة هاي بتساوي التيار المعدي خلالها البيز كرنت في البيز ريزيستر. لاحظ كيف هي هيك. اوكي الاميتر ريزيستنس، لاحظ التيار اللي موجود هون هو نفس التيار الموجود على، يعني التيار المعدي اللي موجود على طرف الاميتر هو نفس التيار اللي موجود التيار اللي معدي في المقاومة الار اي والار سي نفس الاشي، هو عبارة عن تيار الاميتر. فعشان هيك هاي المعادلة هيك بتصير اي اي في الار اي وهون الاي اي في الار سي. طيب هاي المعادلة فيها مشكلة زي المثال اللي شفناه سابقا، انه فيها تيارين، فيها بيس كرنت وفيها الاميتر كرنت، فبنضطر نستخدم كمان اكويجن حتى نوحد التيار في هاي المعادلة. واضح كيف؟ هاي السكند اكويجن هون بنعوضها بدلالة الاميتر كرنت عشان نتخلص من الاميتر كرنت. فطبعا التعويض بكون بنحطها بنعوضها مرتين، مرة هون ومرة هون. فهيك بتصير شكل المعادلة، ناقص شوي كبير هاي المعادلة، ناقص ال في سي سي، واحد زائد بيتا في الاي بي في الار سي، هادي اي بي في الار بي والفي بي اي هون، واحد زائد بيتا اي بي في الار اي. لاحظ كيف هاي عندي هون تيار، صار عندي تيار واحد، وحدنا التيار. فهون بنعمل ريارينج بحيث انه نطلع المعادلة بدلالة البيس كرنت اللي هو دائما بيكون مجهول. فبصير عندك في النيوميريتر بنحط الجهود اللي هي الفي سي سي والفي ار في بي اي، هذا بياخد اشارة موجبة والفي بي اي بياخد اشارة سالبة. وفي الدينومينيتر بنحط ايش الفاكتورز اللي معاملات البيز كرنت، اللي واحد زائد بيتا في الار سي زائد واحد زائد بيتا في الار اي. هي هيك شكلها بتصير، هيك تطلع معنا هذا على الجهة، والجهة الثانية بنحط ايش الار بي. هلا التصميم الجيد لهي الدائرة شو بنعمل احنا حتى نخلي تأثير البيتا دي سي اللي ممكن تتغير مع تغير درجة الحرارة او تغيير الترانزستور قليل؟ يعني اذا بدنا هلا حكينا ان البيتا دي سي ممكن تتغير لسببين، اذا تغير درجة الحرارة بتتغير مع البيتا دي سي، او تغيير الترانزستور change of الترانزستور برضو ايش راح يؤدي لتغيير البيتا دي سي. طيب اذا بدي اخلي تأثير تغيير البيتا دي سي على البيز كرنت قليل كتير، كيف شو بامكاني اعمل هون؟ بامكاني اخلي البيز كرنت هاي الار بي جدا قيمتها عالية، بينما الـ RC والـ RE بخلي قيمهم قليل كتير. يعني بختار أرقام مثلا، بحط هاي خلينا نقول 560 كيلو أوم، قيمة عالية كتير على البيز، وهون بحط الـ RC مثلا 100 أوم، وهاي بحطها قديش 220 أوم. هيك هذا تصميم جيد، هيك الدائرة صارت دائرة الترانزستور هون خففت من تأثير البيتا دي سي على البيز كرنت، وفي المحصلة كمان شو سوينا؟ خففنا، خلينا التأثير التمبريتشر يكون نيجليجبلي، يعني هذا نيجليجبل افكت على الكوليكتر كرنت حسب الشرح اللي حكيناه هون. واضح كيف؟
خلينا ناخذ اكزامبل بخصوص سوري بس قبل هيك بدنا نشوف كيف تطبيق لما نطبق الكي في ال على الكوليكتر اميتر سيركتري. قبل هيك حكينا لازم في 5 شروط نتاكد منها، لما تكون كل ال5 شروط ساتسفايد بنجي نطبق الكي في ال. تطبيق الكي في ال على الكوليكتر اميتر سيركتري بحتم علينا انه يكون في عندنا 4 جهود، لانه هون في عندي 4 عناصر اللي هم الفي سي سي والار سي والار اي والفولتج دروب بين طرفين الكوليكتر والاميتر. فلاحظ كيف هي هيك تطبيق هي هون، لاحظ كيف في عندي 4 جهود مختلفة، لاحظ كيف اعطيت مصدر التغذية اشارة مختلفة عن بقية الاحمال. فشوف ان التيار هون المقاومتين هدول الكوليكتر والاميتر ريزيستر عليهم نفس التيار الاميتر كرنت، فبناخد الاميتر الكومن فاكتور هيك بتصير. فاذا كان الكوليكتر والاميتر كرنت تقريبا متساويات، يعني الفارق اللي بينهم كان جدا قليل اللي هو تيار البيز، وانا سمحت لك انه تعتبر في السؤال مثلا لما تجي تحل انت سمحت لك تعتبر الكوليكتر والاميتر كرنت نفس الاشي. كيف يعني كيف تعرفها ضمنيا تعرفها لما انا اجي اعطيك الاكزامبل وما اذكر لك انه الاي سي ما بتساوي الاي اي، فبامكانك تجاوزا تعتبر الاميتر والكوليكتر كرنت تقريبا متساويات. ففي الحالة هاي وين بشوف اميتر كرنت في المعادلة هاي بحطه كوليكتر كرنت، واضح كيف؟ هاي المعادلة الاولى. اوكي لاحظ كيف هذه المعادلة حصلت عليها لما جيت عملت ريارينج لهاي الاكويجن وحطيت المعادلة بدلالة المجهول اللي هو الاي سي، واضح اي سي ساتوريشن. طيب اذا كان المجهول عندي مثلا الكوليكتر اميتر فولتج فهيك بصير شكل المعادلة، سهل جدا. فاحنا هون بدنا ننتبه لحاجة كتير مهمة، انه حسب وضعية التشغيل بدنا نعرف كيف نستخدم هاي المعادلات. فاذا كان وضعية التشغيل تبعت الترانزستور في حالة الساتوريشن حكينا انه وين ما بنشوف تيار الكوليكتر او الكوليكتر اميتر فولتج لازم نعطيه دبل السبسكريبت نوتيشن اس اي تي هون، وهون بتحط اس اي تي، واضح كيف؟ فهيك بتصير شكل المعادلة، واضح. طيب بالاكتف مود وين الساتوريشن هلا بنقيمها، لانه في الاكتف حكينا انه الجهد والتيار الكوليكتر في الاكتف بيختلف عن تيار الساتوريشن عن التيار الكوليكتر في حاله الساتوريشن، وبرضه فرق الجهد بين طرفين الكوليكتر والاميتر في حاله الاكتف بيختلف عن فرق الجهد بين طرفين الكوليكتر والاميتر في حاله الساتوريشن. فعشان هيك بنشيل الساتوريشن وبصير هيك شكل المعادله بسيط جدا، بتصير يا اما اي سي كيوب تساوي ايش هاي المعادله لو جيت طلعتها بدلاله الاي سي كيو في حاله الاكتف شو بدها تساوي معنا، بتساوي الفي سي سي ناقص الفي سي اي كيو على حاصل جمع المقاومتين الار سي والار اي، او ممكن نحطه بهذا الشكل في سي اي كيو بتساوي في سي سي ناقص الاي سي كيو حاصل جمع الار سي زائد الار اي. هي زي ما انتم شايفين هون، بس زي ما ذكرنا مرات كثيره سابقا انه في الاكتف مود في علاقة بتربط بين الدائرتين اللي هم البيز اميتر سيركتري والكوليكتر اميتر سيركتري، صيغة رياضية هاي بس في الاكتف. هلا اذا جيت تحسب الجهود على اطراف الترانزستور بنفس الآلية اللي شرحناها سابقا كيف التحليل بكون، بنقدر نطبقها هون راح تصل لنفس الصيغة الرياضية اللي شفناها في الدائرة السابقة اللي هي دائرة الاميتر ستابلايز بايس كونفيجريشن. هلا هون لما نجي نتناول يعني اكزامبل مثال بالارقام هذا سهل جدا، هون الفي سي سي قيمتها 10 فولت، الار سي 4.7، هذه الدائرة لقيتها في كتاب ناشفسكي باي ذا واي، مش تصميمها سيء جدا لانه قيمة الار سي والار بي عالية، الار سي والار اي قيمهم عالية، المفروض هاي تكون يعني لو بدك تيجي للصحيح هاي المفروض تكون 470 مثلا اوم، وهاي تحطها مثلا 120 اوم، هيك قيم قليلة مقارنة بالبيز ريزيستر. المهم خلينا نشوف في البيز اميتر سيركتري قبل ما تطبق المعادلة هاي تتأكد انه الشروط الاربعة ساتسفايد، بعدين بتحط هاي المعادلة لازم يكون الطالب حافظها، بتعوض فيها الارقام بشكل مباشر. المجهول الوحيد اللي هو البيز كرنت لاحظ كيف قيمته جدا قليلة، يعني 11 تقريبا 12 مايكرو امب. ليش قيمته قليلة كتير؟ لانه البيز كرنت هون القيمة تبعته عالية، هون لازم نخليها قيمتها عالية. طيب هلا في السؤال هذا مش يعني مش جاي على اي ذكر بخصوص الساتوريشن او الكات اوف، عشان هيك ضمنيا انت بامكانك تبني التحليل تبعك بحيث يكون في وضعيه الاكتف مود. فبالاكتف مود بنستخدم هاي المعادله اللي بتربط بين
التيار الكوليكتر وتيار البيز. هلا تيار البيز حصلنا عليه طبعا حسبناه من تطبيق الكي في ال على البيز ايميتر سيركتري، طلع معي تيار هون عندي البيز كرنت وعندي البيتا دي سي معروفين، فهيك طلع معنا قيمه للكوليكتر كرنت. اذا بدنا نيجي نحسب التيار الثالث الايميتر كرنت نجمع هذول التيارين مع بعض فبيطلع معنا قيمه الايميتر كرنت. اخر اشي اذا بدنا نشوف الجهود على اطراف الترانزستور، هون فيش عنا اشي مباشر يعني بنقدر نعتبره صفر، لانه هون لاحظ كيف الايميتر مش مربوط بشكل مباشر مع الجراوند، وانما جاي يعني مع الجراوند من خلال مقاومه. فعشان هيك الايميتر فولتج هون شو بدي اساوي، الايميتر كرنت في الايميتر ريزيستنس، هذول قيمتين معروفات عندي. لاحظ كيف هي بيطلع قيمه الايميتر فولتج 1.3 فولت، والكوليكتر فولتج هون كيف بنحسبه، الفولتج دروب على طرف الكوليكتر شو بدي اساوي، بدي اساوي جهد مصدر التغذيه ناقص الاي سي في الار سي. واضح كيف هي هيك بتطلع. سوري في شغله ما انتبهت لهاش، هون هاي غلط اي سي حكيت، لازم تكون ايميتر كرنت، لانه حكيت انه الجنكشن اللي موجوده هون في عليها 3 برانشز، كل برانش بنحط عليه تيار، فالتيار اللي موجود هون لتحت هذا عباره عن كوليكتر كرنت، والتيار اللي موجود هون هذا بيمثل البيز كرنت، والتيار هلا التيار اللي بده يكون موجود هون بده يكون محصله التيارين هذول. ايش هو؟ اكيد راح يكون الايميتر كرنت. فعشان هيك لما تيجي تحط المعادله الصحيحه اللي بتخص الكوليكتر فولتج هيك لازم يكون شكلها، بدها تكون في سي سي ناقص الاي اي في الار سي، التيار الموجود هون تيار الايميتر، هيك الشكل الصحيح للمعادله. طبعا احنا اظني حاطينه هون، لاحظ كيف ايوه شايف كيف هي المعادله. طيب هيك حسبنا الجهد على طرف الكوليكتر. هلا بعد ما تعرف الجهدين هدول في امكانيه نحسب الفي سي اي كيو. شوف كيف لازم القيمه تطلع اكبر الفي سي اي كيو في حاله الاكتف. هلا بالاكتف هون حاله الساتوريشن الفي سي اي كيو اشتغلت معنا 3.662 فولت، بينما بالساتوريشن قديش بتكون الفي سي اي الساتوريشن يعني بتكون قديش يعني مثلا 6 بالعشرة فولت. فاني اني اني الاعلى دائما في الاكتف بتكون فرق الجهد بين طرفين الكوليكتر والايميتر لازم يكون اعلى من القيمه في حاله الساتوريشن اللي بتساوي يمكن تقريبا 6 بالعشرة او 7 بالعشرة، اعلى شيء يمكن 7 بالعشرة او مثلا نص، اي قيمه اقل من 7 بالعشرة. طيب الكيو بوينت بتربط بين فرق الجهد بين طرفين الكوليكتر والإيميتر والكوليكتر كرنت، فهاي الكيو بوينت. هذه المشكلة عشان تصميمها ما كانش جيد، يعني الار سي والار اي قيمهم كبيرة، راح تتغير هذه الكيو بوينت بصير عليها شيفت مع تغير درجة الحرارة. اوكي النوع الثالث، النوع الرابع من دوائر البايسنج سيركت للبي جي تي ترانزستور، افضل دائرة هاي باي ذا واي، هاي بسموها الفولتج ديفايدر بايس كونفيجريشن. طبعا الفولتج ديفايدر بايس كونفيجريشن هذه من اكثر الدوائر المستخدمه لما احنا بدنا نيجي نشغل ان بي ان او بي ان بي بي جي تي ترانزستور. لما نيجي نطلع عليها بتحتوي بالعاده على 4 مقاومات. لاحظ كيف في عندي مقاومتين R1 وR2، هذول بيشتغلوا زي از فولتج ديفايدر، وفي عندي الار سي والار اي هذول زي كرنت ليميتنج ريزيستور. مهم جدا هون تكون عندي المقاومة على طرف الإيميتر موجود، هاي المقاومة بتأدي وظيفتين جدا مهمات، بتخلي تأثير تغيير درجة الحرارة على البيتا دي سي نيجليجيبل، وفي نفس الوقت بتخلي برضو تأثير تغيير درجة الحرارة على الكوليكتر كرنت كمان نيجليجيبل. واضح كيف؟ إذا كانت الدائرة مصممة بشكل جيد. خلينا نقرأ الملاحظات اللي مكتوبة هون. الفولتج ديفايدر is the most popular way to bias a transistor، من أفضل الطرق لتشغيل ال NPN او ال BNP BGT ترانزستور نستخدم له دائرة ال voltage divider. ليش سميناها voltage divider؟ لانه اذا بتيجي تتطلع على تاخذ ال VCC مع ال R1 وال R2 هذول بيعملوا voltage division، يعني بيقسموا الجهد على طرف البيز حسب ال voltage divider rule. لما تيجي تحسب الجهد على طرف البيز شو بدي اساوي عندنا ال VB؟ بدي اساوي هون ال VCC ضرب R2 على R1 زائد R2. طيب
هون بيحكي البيتا دي سي the emitter resistance are provide stability against the variation. طبعا هذه حكيناها سابقا. ال R1 وال R2 are used to provide the bias voltage to the transistor. يعني هون انت الجهد بيكون عندك على طرف البيز بتحدد قديش قيمته باستخدام كل من ال VCC وال R1 وال R2. واضح كيف؟ اذا بدك تثبت الجهد على طرف البيز مع تغيره يمكن يعني اذا فرضا ال VCC يمكن تتغير معانا لسبب معين وبدنا نخلي الجهد على طرف البيز ثابت، في نوع خاص من دوائر الفولتج ديفايدر بستخدم هيك، بتكون هيك شكل الدائرة، بكون هون بحط مقاومة، هاي الترانزستور ومقاومة تحت، هون في عندي مقاومة وفي في الجهة الثانية، هذه الجهة اللي تحت الطرف اللي تحت بحط زينر دايود، هون الجهد على طرف البيز هو نفسه الزينر بريك داون فولتج، بتحط الزينر في وضعية الاون ستيت بصير الجهد على طرف البيز هو نفسه الزينر بريك داون فولتج، فإذا صار أي تغيير فيما لو مثلا تغير الجهد على مصدر التغذية هون الجهد بضله على طرف البيز ثابت، فبيعطي الدائرة ستابيليتي عالي كتير. هاي أفضل من يعني إذا جيت تقارن خمس دوائر بتلاقي الفولتج ديفايدر أفضل واحد فيهم، إذا دخلنا هاي كدائرة سادسة بتكون أفضل دائرة في الست دوائر هاي الدائرة، لأنها بتحتوي على زينر دايود بتثبت الجهد على طرف البيز. واضح كيف؟ في طريقتين لتحليل الفولتج ديفايدر، احنا راح ندرس راح اشرح لكم هلا واحدة اللي هي الاكيوريت ميثود. بالنسبة للابروكسيميت ميثود هاي متروكة للطالب، إذا بحب يتعرف عليها ممكن اقرأها من السلايدات، بس إذا بدي استخدمها في شروط خاصة لاستخدامها، أنا شارحها في السلايدات بس مش راح اتطرق لهي الطريقة من مرة. بدي احكي بس عن الاكيوريت ميثود. هلا الاكيوريت ميثود بستخدم الثيفنز تكنيك. كيف يعني؟ احنا لاحظ كيف الجاي ال R1 وال RC جايات على البوزيتيف فولتج ريل. البوزيتيف فولتج ريل ايش هو قيمته؟ البوزيتيف VCC. فانا هون لو جيت عملت بارتيشنينج للسيركت، يعني بدي اقسم السيركت لشقين، استنى شوي خليني اشيل هذه. الشق الاول بدي اخذ فيه العناصر هاي R1 و R2 مع مصدر التغذية البوزيتيف VCC، والشق الثاني بدي يكون برضو مصدر التغذية مع الار سي والار اي والترانزستور بطرفينه الكوليكتر والإميتر. طيب لاحظ كيف هيك بتصير الدائرة شكلها. اوكي، في امكانية انا احتاح ابسط حال التحليل، احول الفي سي سي مع الار واحد والار تنين للثيفنز ايكوفلنت سيركت. حسب الثيفنز ايكوفلنت سيركت هيك بتصير شكلها، هيك الثيفنز ايكوفلنت سيركت، هيك دائما احنا لما درسناه في الدوائر الكهربائيه دائما الثيفنز ايكوفلنت سيركت بيحتوي على عنصرين الار ثيفنن والفي ثيفنن. واضح كيف؟ طيب اذا بدك تيجي تحسب الفي هلا من الدائره هاي كيف بدنا نحسب يعني كيف بدنا نحسب الفي ثيفنن من الدائره هاي؟ الفي ثيفنن ايش بدي اساوي؟ قيمه الجهد اللي موجود على طرف البيز. فشو بدي اساوي حسب الفولتج ديفايدر رول؟ بدي اساوي الفي سي سي ضرب ار 2 على ار 1 زائد ار 2. هي القانون هون محطوط. واضح كيف؟ طيب الشغله الثانيه لما بدنا نيجي نحسب الار ثيفنان بنيجي على الدائره الاصليه هاي، سواء كان هيك شكلها او هيك شكلها، مضطرين هون نعمل كل على الفولتج سورس. اظن مش هون. لما تعمل كل على الفولتج سورس هذا بصير شورت سيركت، ولما تطلع على الطرف انت على من جهة البيز قاعدين نطلع احنا على الدائرة، فبتشوف انه R1 و R2 كيف جايين مع بعض على التوازي، فعشان هيك R2 هيك بيكون شكل R1 في R2 على R1 زائد R2. واضح كيف؟ فأول خطوة لازم نعملها قبل ما نبلش، يعني أول اشي لازم نعمله لما نيجي نحلل الفولتج ديفايدر كونفيجريشن، انه بعد ما تعمل بارتيشنينج للسيركت بهذا الشكل بدك تحول الثلاث عناصر هذول للثيفنز ايكوفلنت سيركت زي ما انتم شايفينهم هون. فهذه الثيفنز ايكوفلنت سيركت بتحتوي على الار ثيفنن زي ما انتم شايفين والفي ثيفنن. اوكي، فبنحسب القيمه بنحسب المقدارين تو فاليوز هذول باستخدام المعادلات هاي. فطبعا الدائره بعد التبسيط هيك راح يصير شكلها، يعني بدل ما يكون عندي أربع مقاومات هون طلع كيف راح صار شكل الدائرة، هيك صار شكلها. هاي الار ثيفنن مع الفي ثيفنن هذا بتمثل الثيفنز ايكوفلنت سيركت. واضح كيف؟ وفي عندي مع وجود المقاومتين هون. هلا التحليل هون بكتير بصير سهل،
أفضل بكتير مما يعني صعب جدا تقعد تحلل دائرة بهذا الشكل بدون ما تستخدم الثيفنز تكنيك. فهيك التحليل هون جدا سهل. يعني بتقسم التحليل لشقين. الشق الأول بتاخد البيز إميتر سيركتري. البيز إميتر سيركتري بيكون في عنده هون كم عنصر موجود؟ عندي أربع عناصر اللي هم الفي ثيفنن والآر ثيفنن والبيز إميتر فولتج والإميتر ريزيستنس. اوكي، بعد ما نتاكد من انه شروط الاربعه ساتيسفايد كلها بنيجي بنطبق الكي في ال. بنشوف انه الكي في ال لاحظ كيف في عندي هون اربع عناصر اللي هم الفي ثيفنن والفي ار ثيفنن. المقاومه هاي الموجوده هون بتمثل ايش؟ ار واحد مع ار اثنين جايات مع بعض على التوازي اللي هي الار ثيفنن. اوكي، فالجهد على هاي المقاومه بساوي في ار ثيفنن. الفولتج دروب على الترانزستور في بي اي والفولتج دروب على المقاومه اللي تحت سميناها في ار اي. فلاحظ كيف عندي انا هون المقاومه هاي التيار المعدي فيها البيز كرنت والمقاومه تحت التيار المعدي فيها الاميتر كرنت. لاحظ كيف هون بدنا نضطر نجيب كمان معادله عشان نوحد التيار. فهي المعادله نستخدم ايكويجن رقم 2 مع نعوضها في ايكويجن رقم 1. هيك بصير بعد التعويض بصير في عندي هون التيار موحد تيار البيز. هلا اذا جيت هون احنا بنطلع هاي المعادله بدلاله الانون اللي هو البيز كرنت. فهيك بيطلع شكل المعادله هاي جدا مهمة، الطالب لازم يكون حافظها يحفظها عن غيب. واضح كيف؟ أنا أعطيتك معها تيار العلاقة اللي بتربط بين الكوليكتر والبيز كرنت فقط بنستخدمها إذا كان الدائرة يعني بتشتغل بالأكتف. إذا مش ذاكر أي شيء بخصوص الساتوريشن ضمنيا بتقدر تتعامل مع الدائرة كأنها شغالة بالأكتف مود. واضح كيف؟ إذا في إمكانية برضو نستخدم إذا عوضنا هاي المعادلة يعني هاي الإكويجن عوضناها هون في إمكانية نحسب قيمة الكوليكتر كرنت بهذا الشكل. بتصير البيتا دي سي هاي بتحطها في المضروبة في هذه المعادلة كلها هيك بتطلع شكلها. هون احنا بدنا نطبق الكي في ال على الكوليكتر إميتر سيركتري. بعد ما نتأكد من تحقق الخمس شروط بنشوف انه في عندي الدائرة بتحتوي على خمس عناصر اربع عناصر هون 1 2 3 4. عشان هيك يحتم علينا لما نطبق الكي في ال نحط اربع جهود مختلفة اللي هم جهد الفي سي سي والفي ار سي والكوليكتر اميتر فولتج والفي ار اي. هاي هون الكوليكتر اميتر هاي اربع جهود مختلفة. شايف كيف؟ فبتلاحظ هون انه التيار اللي معدي في الكوليكتر ريزيستنس اسمه الاي سي والتيار اللي معدي في الاميتر ريزيستنس اي اي. لاحظ كيف؟ فهدول التيارين اذا انا جيت قلت لك الاي سي طبعا ما بتساوي الاي اي راح تضطر تحسب كل تيار على حده. واضح؟ اذا ما ذكرت لك هاي بتقدر تجاوزا تعتبر الكوليكتر والكرنت والاميتر كرنت تقريبا بيكونوا متساويات لانه في الدوائر في دائره الفولتج ديفايدر دائما تيار البيز اللي بيشكل الفارق بين تيار الكوليكتر وتيار الاميتر دائما بيكون هذا جدا قيمته قليله بالمايكرو امب. فعشان هيك تجاوزا الكوليكتر كرنت والاميتر كرنت بيكونوا متساويات. فهون وين هاي لاحظ كيف حسب الشرط اللي موجود هون وين ما بشوف تيار الاميتر بحط محله اي سي كيو. فالمعادله هيك بصير شكلها اي سي كيو. ممكن نحطها المعادله هاي في الاكتيف مود بتصير هيك شكلها في سي سي ناقص الفي سي اي كيو على ار سي زائد الار اي. او ممكن نحطه بهذا الشكل حسب ايش مجهول عنا بي سي سي ناقص الاي سي كيو مضروبة في الار سي زائد الار اي. هذا في الاكتف مود مع استخدام معادلة ثالثة جدا مهمة بتحكي انه الاي سي كيو بتساوي الاي بي مضروبة في البيتا دي سي. طيب بالساتوريشن لانه حكينا تيار الكوليكتر والكوليكتر اميتر فولتج في حالة الساتوريشن بيختلف عن الكات اوف فبنستخدم سبسكريبت نوتيشن هاي اس اي تي مع تيار الكوليكتر ومع الكوليكتر اميتر فولتج. هيك بصير هاي المعادلات في حالة الساتوريشن وهاي المعادلات في حالة الاكتف مود. هلا بالنسبة للجهود على اطراف الفولتج ديفايدر نفس المعادلات اللي استخدمناهم في حساب الجهود على اطراف دائرة الاميتر ستابلايزد بايس كونفيجريشن والكوليكتر فيدباك كونفيجريشن. خلينا نشوف مثال هون مثال جدا سهل. هيو هذا فولتج ديفايدر سيركت محدد فيها قيمة الفي سي سي.
محدد فيها R1 والRC مع R2 والRE. نوع الترانزستور NPN BGT ترانزستور. حكي انه البيز إميتر فولتج مثلا قيمته 65% فولت، معامل التكبير تبع هذا الترانزستور 120. هذه الدائرة يمكن تكون يعني لحد ما تصميمها منيح، لانه R1 وR2 قيمهم عاليين، والار اي يعني مش بالكيلو، معطيني اياها بالاوم 680 اوم، لسه في امكانيه نقللها نحطها مثلا 100 اوم او نخليها 120 اوم. هيك بصير اعتماد الدائره بتكون تاثير تغير درجه الحراره على معامل تاثير درجه الحراره على البيتا دي سي، والكوليكتر كرنت بصير قليل كتير، وهذا الحكي يعني سكود مرغوب فيه كتير. طيب احنا هون اول حاجة شو بدنا نعمل، بدنا نيجي نحسب الفي ثيفنن، والحاجة التانية بدنا نطلع الار ثيفنن عشان نطلع ثيفنن اكوفلنت سيركت بهذا الشكل. طبعا الثيفنن اكوفلنت سيركت بدها حاجتين، بدك الار ثيفنن والفي ثيفنن. طبعا قوانينهم هاي الطالب بحفظهم جهزاتها، يوم الفي ثيفنن حسب الفولتج ديفايدر رول بدها تساوي الفي سي سي لقيمتها 18 فولت مضروبة في R2 اللي 47 كيلو على R1 زائد R2، فبيطلع معنا قيمة الفي ثيفنن قديش قيمتها 6.5 فولت. هاي لازم تكون أعلى من البيز إميتر فولتج اللي بيساوي 7/10 فولت، البارير بوتنشال بين طرفين البيز والإميتر. طيب الحاجة الثانية لما بدنا نحسب الR ثيفنن هون لازم تكون قيمتها عالية كتير، لازم تكون عالية حتى يكون تصميم الترانزستور جيد، واضح كيف؟ فتطلع معانا تقريبا 30 كيلو أم. هلا هيك بصير شكل الدائرة. هون ما في داعي نطبق الكي في ال، بإمكان الطالب يحط الصيغ الرياضية ويعوض بشكل مباشر. طبعا هاي الفي ثيفنن معروفة، والفي بي اي معروفة، والار ثيفنن هون معروف. كله هذا يعني كله نون، الاشي الوحيد الانون اللي هو البيز كارنت، فبطلع معنا هاي بعد ما نعوض الارقام بطلع معنا قيمة البيز كارنت 52 تقريبا 53 مايكرو امب. هلا هون سؤال زيه زي الامثلة السابقة، يعني مش جاي على اي ذكر بخصوص الساتوريشن، فعشان هيك بنقدر نبني التحليل تبعنا انه يكون في الاكتف مود، فبنستخدم الصيغة الرياضية اللي بتخص الاكتف مود، بتربط بين كل من تيار البيز وتيار الكوليكتر. هاي تيار البيز هون معروف مع معامل التكبير، فبطلع معنا قيمة للكوليكتر كرنت. هلا هون كمان حسبنا الإيميتر كرنت لما جمعنا الكوليكتر مع البيز كرنت. بخصوص الجهد على طرف الإيميتر، نفس الطريقة اللي اتبعناها سابقا في الدائرتين السابقات، انه الجهد على طرف الإيميتر بدي يساوي تيار الإيميتر في الإيميتر ريزيستنس، اضرب القيمتين في بعض فبطلع معنا الجهد على طرف الإيميتر بيساوي 4.336. هذا دي الجهد هون لازم نتأكد انه اقل، يعني دائما بيطلع معنا في الان بي ان بي جي تي ترانزستور لما يكون شغال بيطلع دائما جهد الإيميتر اقل من جهد الكوليكتر. طيب هاي خلصنا من جهد الإيميتر هون. هلا بالنسبة للجهد على طرف البيز كيف بنوجده؟ هيك بيكون دائما هذا الجهد على طرف البيز. حكينا سابقا انه الفي بي اي دائما شو بتساوي؟ بتساوي البيز فولتج ناقص الإيميتر فولتج. طيب اذا كان عندي هون جهد الإيميتر معروف والبيز إيميتر فولتج حكينا 65% مش 7/10، فجهد البيز شو بده يساوي؟ بده يساوي حاصل جمع القيمتين مع بعض، اجمعهم فبيطلع معنا قديش قيمة الجهد على طرف البيز 4.986 فولت. طيب بضل بدنا نعرف الجهد على طرف الكوليكتر، الفي سي هون شو بده تساوي؟ بده تساوي الجهد تبع مصدر التغذية ناقص الفولتج دروب على هاي المقاومة. الفولتج دروب على هاي المقاومة يساوي تيار الكوليكتر في الكوليكتر ريزيستنس، لاحظ كيف هيك، فبيطلع معنا قديش قيمة الفي سي 10 تقريبا 10.4 فولت. طيب حسبنا الجهد على طرف الفي سي معروفة، وصارت الإيميتر فولتج كمان حسبناها، فبنقدر نطلع الكوليكتر إيميتر فولتج شو تساوي؟ الكوليكتر فولتج ناقص الإيميتر فولتج، اطرح القيمتين من بعض، لازم يطلع القيمة أو فرق الجهد بين طرفين الكوليكتر والإيميتر لازم يكون أعلى من 7/10 عشان تتأكد إنه الترانزستور شغال بالأكتف مود زي ما اتفقنا كيف بدنا نبني التحليل. هون احنا اذا فرضا بدنا نحسب فرق الجهد بين البيز والكوليكتر، صار عندي الجهد على اطراف الترانزستور كلها معروفة، يعني حسبت الفي بي وحسبت الفي سي وحسبت الفي اي، الاميتر والبيز والكوليكتر فولتجز كلهم عرفتهم، بدنا نطلع فرق الجهد بين البيز والكوليكتر، فشو يساوي البيز فولتج ناقص الكوليكتر فولتج.
هون البيز فولتج قديش قيمته حسبناها 4.96 ناقص الكوليكتر فولتج فبتطلع هون الإشارة سالبة. طيب هون إحنا يعني يا ترى هون الوضعية اللي بيشتغل فيها الترانزستور وضعية أكيد أكتف مود، دليل إنه الدايود اللي فوق كان في وضعية يعني انحياز عكسي والدايود اللي تحت في وضعية انحياز أمامي، فهذا بيخلي الترانزستور هون شغال في الأكتف مود. هي مكتوبة هون. هون التحليل عامله باستخدام طريقة الـ approximate method، هاي في شيء لها أي داعي. إذا أنت في عندك إشي أدق من الـ approximate اللي هو الـ accurate method، خلاص دائما إحنا بنتبعه. آخر دائرة ظلت دائرة الـ collector feedback configuration. هاي الـ collector feedback configuration لاحظ اختلفت عن الدائرة اللي شفناها سابقا، إنه الإيميتر هون مش مربوط مع مقاومة وإنما جاي بشكل مباشر مع الجراوند، فعشان هيك جهد الإيميتر هون بدي يساوي صفر. طبعا هاي الدائرة أداءها مش كتير منيح مقارنة بالدائرة اللي شفناها هون. هاي الدائرة هادي كتير أفضل، هاي الدائرة كتير أفضل، بينما هاي آخر واحدة فيها مشكلتين. المشكلة الأولى لما بتتغير درجة الحرارة راح يكون لها تأثير مباشر على البيتا دي سي، وكمان راح يكون لها تأثير مباشر على الكوليكتر كرنت في هذا في هذه الدائرة. بس طبعا هون عشان احنا التشبيكة طبعا طرف البيز جاي على هون طرف الكوليكتر راح يكون مش significant effect، بس بتضل ايش الدائرة السابقة عشان حاطين emitter resistance بيكون كتير افضل ادائها. طيب هون احنا حتى نقدر نحلل هاي الدائرة بدنا نطبق الكي في ال مرتين، بنطبقها مرة بنطبقها على البيز emitter circuitry والمرة الثانية بنطبقها على الكوليكتر emitter circuitry. هلا بعد ما نتأكد من الشروط الاربعة على البيز emitter circuitry بنشوف انه بنشوف انه البيز emitter circuitry بتحتوي على اربع عناصر، فعشان هيك يحتم علينا بمعادلة الكي في ال نحط اربع جهود مختلفة. ايش هم؟ الجهد الاول في سي سي، الجهد الثاني الفولتج دروب على الكوليكتر ريزيستنس، والجهد الثالث الجهد الفولتج دروب على البيز، والجهد الرابع اللي هو البيز emitter فولتج. فهي هي حطيناهم بهذا الشكل، لاحظ كيف. فاحنا هون بدنا ننتبه لشغلة كتير مهمة، زي ما حكينا سابقا انه في الفيدباك وضعية الفيدباك هاي بتشوف انه التيار على لاحظ كيف عند الجنكشن هاي في عليها 3 branches. التيار اللي تحت من الجنكشن وتحت هذا عبارة عن تيار الكوليكتر، والتيار المعدي هون هذا تيار البيز. فاذا التيار المعدي فوق الجيب من فوق هذا بده يكون محصلة حاصل جمع التيارين هدول محصلتهم اللي هو الاميتر كرنت. واضح كيف. عشان هيك دائما لما بدنا نيجي نحسب الفولتج دروب على المقاومة ار سي في الدوائر هاي بده يساوي دائما حاصل ضرب كل من الاميتر كرنت في الكوليكتر ريزيستنس. طيب فاحنا هون هاي لاحظ كيف هاي الاميتر في الاي بي، لاحظ كيف. هلا الاي اي بدنا نتخلص منها باستخدام اكويجن رقم 2، لما نعوض اكويجن رقم 2 في اكويجن رقم 1 بصير عندي التيار موحد هون. فهيك بعد ما نطبق الكي في ال سوري بعد ما نعمل ريارينج لهي المعادله بيطلع معنا هيك شكل المعادله. واضح. اذا كان الطالب حافظها بيقدر يطبقها بشكل مباشر على هاي الدائره. اللي بدنا نسويه هون اذا بدك تخفف من اعتماد او تأثير البيتا دي سي على البيز كارنت هون، شو بإمكاننا نعمل؟ بإمكاننا نزيد مقاومة الار بي بشكل كبير كتير ونخفف من قيمة المقاومة الار سي. طيب يعني هاي الدائرة شو صار عنا هون؟ اللي صار معنا انه لما بتتغير درجة الحرارة، يمكن هذا بناقض النقطة اللي حكيتها هون قبل شوي، لما بتتغير درجة الحرارة راح يكون لها تأثير مباشر على الكوليكتر كارنت، واضح، لانه الار اي مش موجوده عندنا. بس الـ الحراره هاي لما الحراره مش راح يكون لها اي تاثير على الحراره راح يكون لها تاثير على البيتا دي سي، بس البيتا دي سي لما بتتغير مش راح يتغير البيز كرنت اذا كان التصميم جيد، يعني اذا كان خليت الار سي اكبر بكتير من قيمه الار بي.
في مثال هون بسيط، يعني نفس الطريقة اللي شفناها سابقا، هاي المعادلات محطوطة، معادلات اللي بتخص الساتوريشن وهاي المعادلات اللي بتخص الاكتيف مود، يفترض الطالب انه يكون حافظهم مع هاي المعادلات. هون اذا جيت تشوف الجهود على اطراف الترانزستور، هون بتلاحظ انه جهد الاميتر بده يساوي صفر، الجهد على طرف البيز ايجاده سهل جدا، بيساوي لما يكون عندنا البيز اميتر جنكشن في وضعية الاون ستيت، بيكون جهد البيز دائما بيساوي البيز اميتر فولتج اللي بيساوي 7 بالعشرة عند الروم تمبريتشر. اخر اشي هون الكوليكتر اميتر فولتج بدي يساوي الجهد مصدر التغذية ناقص الفولتج دروب اللي على المقاومة هاي، فهذه المقاومة الجهد تبعها بدي يساوي الار سي في الاميتر كرنت، هذه بهذا الشكل. هذا المثال سهل جدا، يعني هون معطينا كل اشي موجود، بس يعني تحليل تطبيق مباشر، فش في اي اشي. لاحظ كيف بعد ما نتأكد من الشروط الأربعة على البيز إميتر سيركتري في إمكانية نحط هاي المعادلة. المعادلة هاي بتفرجينا أنه الفي سي سي قيمتها 20، البيز إميتر فولتج 7 بالعشرة، البيز طبعا هاي تطلع كيف هاي مصمم لحد ما تصميم منيح، لأنه البيز كرنت هون قيمته جدا عالية 680 كيلو أوم. الار سي هاي بإمكان أقللها، يعني أقللها أخليها مثلا 470 بدل ما هي 4.7 كيلو أوم عشان نخفف من تأثير البيتا دي سي، أو نلغي تأثير البيتا دي سي على البيز كرنت، لأن البيتا دي سي بتتغير مع تغير درجة الحرارة زي ما حكيت قبل شوي. بس بضل هون في مشكلة في هاي الدائرة، إنه لما تتغير درجة الحرارة راح يكون لها significant effect على التأثير، راح يكون تغيير درجة الحرارة راح يكون له تأثير على تغيير الكوليكتر كرنت. واضح كيف؟ فهون حسبنا البيز كرنت والكوليكتر كرنت، حسبنا الاي سي شو تساوي بيتا دي سي في الاي بي، نجمع التيارين طلع معانا الاميتر كرنت، فهيك طلعنا كل التيارات. هلا الجهد على اطراف الترانزستور الفي اي بدي يساوي صفر، جهد الكوليكتر بدي يساوي الفي سي سي ناقص الايس، هذه غلط انا حاسبها هون شكل معوضها صح، استنى شوي سي كيو اي 187، هاي حاسبها انا هون غلط 100%، هذه غلط، هذه لازم يكون التيار 18 مش تيار الكوليكتر، هذا لازم يكون تيار الاميتر، فهذا تيار الاميتر هون بيساوي 187 ضرب 10 قوة ناقص 3 ضرب 4700، مش هذا ما بصير تكون هيك، يمكن مصلحها عندكم شوفوها. فبطلع معنا الجهد على طرف الكوليكتر، فلاحظ كيف فرق الجهد بين طرفين الكوليكتر والإميتر، دائما قيمته ايش في الاكتف مود قيمته اعلى من حالة الساتوريشن اللي بتكون اقل من 7 بالعشرة فولت. هذا الكيو بوينت اللي بتخص الترانزستور. هذا كل شيء بيتعلق بشرح البي جي تي الترانزستور.